الله النهاردة يا شباب هنراجع الاستاتيكا. مراجعة الاستاتيكا هتكون على 3 أجزاء، في كل جزء هناخد وحدتين إن شاء الله. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. بسم الله. الوحدة الأولى كانت بتتكلم عن الاحتكاك، بس قبل ما نبتدي فيها تعالى كده نعمل مراجعة سريعة على اللي خدناه السنين اللي فاتت. محتاج يا باشمهندس تفتكر انت ازاي كنت بتجيب الاطوال دي، محتاج تفتكرها. كان يا باشمهندس في المثلث القائم كان ممكن تجيب اي ضلع ناقص من فيثاغورس، وكان ممكن تطبق اقليدس. اقليدس ده كان بيبقى مثلث قائم نازل من راس القائم عمود، لو انت عايز طول العمود ده، وده كان اسمه مثلا سين وده صاد وده عين، يبقى العمود ده طوله سين في صاد على عين. وإن كان يا باشمهندس مثلث متساوي الأضلاع، الارتفاع بتاعه بيساوي جذر 3 على الاتنين من طول الضلع. من طول الضلع لام، يعني لو ده كان طول الضلع لام يبقى المتوسط طوله جذر 3 على 2 من طول الضلع، والمتوسط هنا هو الارتفاع. وافتكر ان نقطة تقاطع المتوسطات بتقسم من جهة القاعدة بنسبة 1 إلى 2. وإن كان المثلث 30 60 الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، والمجاور بيبقى جذر 3 على الاتنين من الوتر. وإن كان المثلث 45 يبقى طول الضلع ده بواحد على جذر 2 من الوتر، لو الوتر اسمه لام، وده زيه برضه. ليه؟ لأنه هيبقى مثلث متساوي الساقين. في السداسي هندسة القطر اللي مار بالمركز طوله كان باتنين لام، يعني ده كان بطول ضلع لام وده بطول ضلع لام، والارتفاع اللي بره اللي هو البعد العمود من ضلع لأي راس ده طوله بجذر 3 على الاتنين من لام. ليه؟ لأن القطر اللي ما بيمرش بالمركز ده طوله بجذر 3 على 2 من طول الضلع. يا رب تكون واضحة معاك. بيقولك يا هندسة في المثلث القائم في خاصية، لو من نقطة تقاطع المتوسطات انت عايز تجيب البعد منها لأي ضلع، قالك بتساوي تلت الضلع اللي بتوازيه. يعني لو الضلع ده اسمه سين يبقى القطعة دي طولها تلت سين، والقطعة دي طولها لو ده اسمه صاد يبقى دي تلت صاد. وإن كان يا باشمهندس معاك مستطيل، المستطيل ده تقدر تقسمه لإقليدس. شفت المثلث ده؟ نفس طريقة إقليدس، يعني لو ده سين وده صاد وده عين يبقى الارتفاع ده هو سين في صاد على عين. في المعين يا باشمهندس لو انت عاوز، لو محتاج البعد ما بين أي ضلع، لو انت عايز العمود ده هو البعد ما بين أي ضلعين متوازيين، خد نص القطر ده اللي هو ألف جيم في الدال به كله على اللام على طول الضلع. كده يا باشمهندس انت تقدر تجيب البعد العمودي ما بين اي ضلعين متوازيين في المعين. تمام؟ تمام. ده هنحتاجها فين؟ ده هنحتاجها في العزوم. طيب افتكر يا باشمهندس كنا بنجيب محصلة قوتين ازاي؟ القوتين بينهم اي زاوية، سواء كانت صفر، سواء كانت حادة، قائمة، منفرجة، مستقيمة، ما ينفعش تكون منعكسة، اخرك الباي. قال لك القانون المحصلة بتساوي الجذر التربيع للقوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد 2 القوة الأولى القوة الثانية، جت الزاوية اللي بينهم. إن كانت القوة متساوية هنا حالة خاصة، المحصلة بتساوي 2 من القوة جت الزاوية اللي بينهم على 2. طب لو طبقت ده يا أستاذ صح هيطلع، بس ده للسرعة. دي بنحتاجها فين؟ دي بتحتاجها في الاحتكاك. بيجي يديك قوتين بيأثروا على جسم وبتجيب محصلتهم. قاعدة لامي بيقولك إن أمكن ترتيب قوة في أضلاع مثلث بترتيب دوري واحد، شوف بيجروا ورا بعض كده، ماشيين ورا بعض. قالك هنا في قاعدة اسمها قاعدة لامي، ممكن تكون القوة طالعة من نقطة كده. بنحل إزاي؟ بتقسم كل قوة على جيب الزاوية اللي قصادها. شفت القوة 3؟ لو مدتها كده توصل لسيتا 3، يبقى القوة 3 على جا سيتا 3، قوة 1 على جا سيتا 1، القوة 2 على جا سيتا 2. اهينا هو القوة الأولى على جيب الزاوية اللي قصادها، التانية على جيب الزاوية اللي قصادها، التالتة على جيب الزاوية اللي قصادها.
دول يا باشمهندس كانوا الأساسيات اللي أنت محتاجها من السنين اللي فاتت. تعال بقى نبتدي الاحتكاك. الاحتكاك كان بيتكلم عن حاجتين اتنين. الراجل بيقول لك أنا لو حطيت جسم على مستوى أفقي، وهندرس برضو لو حطينا جسم على مستوى مائل. أنت بتدرس الحاجتين دول. تعال نمسكهم واحدة واحدة ونوضحهم. لو أنا حطيت جسم على مستوى أفقي خشن، خلي بالك وركز وانت بتقرأ السؤال كويس قوي، جه قالك أنا وضعت جسم على مستوى ولا قالك على مستوى خشن؟ هي بتفرق أكيد. مستوى وسكت كده، يبقى انت بتحط في بالك ان ممكن يكون المستوى ده أملس، بتحطها في الاعتبارات وانت بتحل. انما يا باشمهندس جه قالك مستوى خشن، خلاص الموضوع هنا خلصان، لازم يكون في معامل احتكاك. فبالتالي يا هندسة لو انت حطيت جسم في هنا وزن وفي هنا رد فعل، اول يا سيدي الناس ما بتيجي تأثر بقوة وكان المستوى ده خشن، بيظهر حاجة قصادها هنا اسمها قوة احتكاك، تمام؟ وبتظهر حاجة كمان، وبتظهر حاجة اسمها رد الفعل المحصل. ركز في كده، كل ما بتأثر بقوة يا باشمهندس كل ما رد الفعل المحصل ده بيظهر معاك. ركز، ده كان سهم رد الفعل المحصل يا باشمهندسين، تمام؟ تمام. لما انت أثرت بقوة بدأ يبعد عن رد الفعل العمودي كده، كل ما بتزود قوتك كل ما بيبعد، كل ما بتزود قوتك كل ما بيبعد، كل ما تزود يبعد يبعد، لحد ما توصل لاحتكاك سكوني نهائي. ده يبقى نهائي، هنا نكتب رد الفعل المحصل وتبقى دي زاوية الاحتكاك وبنسميها لأم. يبقى زاوية الاحتكاك زاوية محصورة ما بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل. رد الفعل المحصل ده بيظهر امتى؟ لما يكون المستوى خشن. طب لو كان المستوى أملس يا أستاذ؟ قال لك في الحالة دي رد الفعل العمودي هو رد الفعل المحصل. رد الفعل العمودي امتى بيبقى قد رد الفعل المحصل؟ لما يكون يا أستاذ المستوى أملس. طب سين سؤال، لو أنا جيت قلت لك إذا كان الزاوية المحصورة ما بين رد الفعل المحصل والمستوى الأفقي تساوي 90 درجة، فإن معامل الاحتكاك يساوي كام؟ يساوي صفر يا أستاذ. ليه؟ لأن في الحالة دي رد الفعل المحصل هو رد الفعل العمودي، يعني ما فيش قوة احتكاك. حط دي في رأسك، تمام؟ تمام. إيه هو معامل الاحتكاك يا شباب؟ معامل الاحتكاك يا أستاذ كان بيساوي ظل زاوية الاحتكاك، وكان النسبة ما بين قوة الاحتكاك السكوني النهائي رد الفعل العمودي، وهنكتب القوانين دي دلوقتي. لو أنا كان معايا جسم موضوع على مستوى مائل، ماشي، الجسم ده أول ما بحطه بيكون وزنه عمودي على الأرض، بقوم محلل الوزن ده أول خطوة أعملها واو جا سيتا، وهنا واو جتا سيتا. فين سيتا؟ اللي هي زاوية ميل المستوى، تمام؟ تمام يا أستاذ. لو أنا أثرت عليه بقوة، هنا يا هندسة لازم تعمل مقارنة ما بين القوة والوزن جاهي، تشوف فين الكبير. أولاً بحث أيهما أكبر، هل القاف أم الوزن جاهه ما لم ينص على اتجاه الحركة؟ لأن يا باشمهندس لو المستوى ده خشن يبقى في قوة احتكاك وانت عاوز تحطها، وقوة الاحتكاك دايما عكس اتجاه الحركة، يعني لو ده طالع يبقى هنا ميم سكوني فراه. تمام تمام يا أستاذ. بيقول لك يا هندسة تعالى امسك المستوى الأفقي بقى واعرف تفاصيله كلها. قلت له قول. قال ان قوة الاحتكاك اقل من او يساوي قوة الاحتكاك السكوني النهائي، ماشي دي عارفينها. لازم تكون قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة، برضه عارفينها. امتى يا باشمهندس بتطبق قاعدة لامي وامتى بتساوي اليمين باليسار واللي فوق باللي تحت؟ ده سؤال حلو يا استاذ. بص حضرتك يا استاذ، لو دي كانت القوة قاف، قوة كانت أفقية، مش مهم أطبق قاعدة لامي، وممكن تطبق قاعدة لامي عادي، يعني قاعدة لامي ينفع أطبقها وممكن ما أطبقهاش، مش شرط يكون في مسائل أحلها بقاعدة لامي، مش شرط، مش شرط خالص. تمام يا أستاذ.
رد الفعل المحصل بيظهر امتى؟ لما يكون المستوى خشن. فين زاوية الاحتكاك؟ زاوية الاحتكاك اهي. طب معامل الاحتكاك السكوني بيساوي ايه؟ بيساوي ظلام. بيساوي ايه قوة الاحتكاك السكوني النهائي على رد الفعل العمودي؟ تمام، تمييزه ايه؟ ملوش تمييز. طب يا استاذ ايه هو رد الفعل المحصل؟ قال لك رد الفعل المحصل هو محصلة قوة الاحتكاك السكوني النهائي مع رد الفعل، بحيث انك لو قفلت المثلث ده كده مع بعضه، هنا كان ميم سكوني في ر وهنا كان ر، تقدر تطبق فيثاغورس وتطلع الناتج. يبقى بالجذر التربيعي لر تربيع زائد معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل تربيع. لو خدنا يا باشمهندسين ر مشترك اتبقى 1 زائد ميم سكوني تربيع، وميم سكوني كانت بظا لام، يبقى 1 زائد ظا تربيع لام، 1 زائد ظا تربيع دي بقا تربيع يا استاذ، قا تربيع لام. يبقى معنى كده ان ر شرطه ده قيمته بتساوي ر قا لام. ده في يا استاذ في الاختيارات جت لي مساله وما لقيتش ر قا لام دي خالص خالص، لقيت ر قتا ور جا ور جتا. هنا يا باشمهندس انت محتاج بس شويه تركيز. التركيز الزاوية اللي بيديها لك زاوية ايه؟ هل زاوية رد الفعل المحصل مع العمودي ولا مع الافقي؟ هو بتفرق؟ اكيد. لو انا جيت يا هندسة تخيل مثلا ان انا قمت جايب لك ده الجسم، ده رد الفعل المحصل، وقمت حاطط لك هنا سيتا، مش دي بقت 90 ناقص سيتا؟ ايوه يا استاذ، طبق في القانون ده كده، مش لام هي التسعين ناقص سيتا؟ ايوه، يبقى رد الفعل المحصل بيساوي ر ق 90 ناقص سيتا، والتسعين بتغير يا استاذ هتبقى قتا. انت خدت بالك امتى بتبقى قتا؟ ما بتبقاش ق لو ادالك الزاويه مع الافقي. الشاهد من الموضوع يا استاذ او من المسائل اللي هيلعب معايا فيها ان دي لام ودي سيتا الاثنين مجموعهم 90 درجه، لانه ممكن يعمل لك مساله يقول لك ايه دي سيتا زائد 10 ودي 2 سيتا زائد 50، تعرف تجيب لنا زاويه الاحتكاك؟ يعمل معاك كده عادي ولا ايه اندهاش. طب يا باشمهندس في لفظين انت برضو بتحتار ما بينهم قوي، ايه يا استاذ الفرق ما بين اكبر قوه تجعل الجسم على وشك الحركه، ماشي، بحيث انه هيبقى متزن بس هو على وشك الحركه، واقل قوه يا استاذ؟ في حاله يا هندسه انه يقول لك اكبر قوه هي واو ظا لام اللي هي بتكون افقيه. طب يا استاذ اقل قوه؟ اقل قوه دي بتكون القوه المائله، بتطلعها من قاعده لامي. قاعده لامي بتقول لك ايه؟ بتقول لي يا استاذ الزاويه دي كده عباره عن 180 ناقص لام، الزاويه دي كده عباره عن 90 زائد سيتا، الزاويه دي كده عباره عن 90 ناقص سيتا زائد لام. ماشي يا استاذ، اقسم قاف على ج 180 ناقص لام، والوزن على خدنا السالب مشترك يتبقى سيتا ناقص لام. ماشي، اعمل وسطين في طرفين، طلعت القيمه دي يا باشمهندس اقل قوه، يبقى لازم المقام ده يكون اكبر حاجه. واكبر قيمه الجتا امتى؟ لما تكون بواحد يا استاذ، اكبر قيمه الجتا لما هتكون بواحد. يبقى انت تقسم على اكبر رقم اللي هو واحد يدي لك اصغر قوه، واصغر قوه واو جا لام. يبقى اكبر قوه واو ظا لام، واقل قوه تكون مائله هي واو جا لام. لحد دلوقتي تمام؟ تمام يا استاذ. طيب ركز بقى يا باشمهندس في الألفاظ دي قوي، ركز بقى. إذا أثرت قوة على جسم موضوع على مستوى، أنت شفت الفرق؟ على مستوى أونلي وسكت، هنا أثرت على مستوى خشن. يبقى لما يقول لك مستوى بس وما يقولكش خشن، بتحط في بالك إيه؟ بحط في بالي يا أستاذ إن فيه هنا ممكن ما يكونش، او ممكن يكون المستوى ده املس، ما يكونش فيه احتكاك يعني. ام واحد تاني عنده سؤال كده يقول ايه يا استاذ، هو ممكن يجي في الامتحان يقول لي جسم موضوع على مستوى معامل احتكاكه بنص، كده انا احط في بالي انه املس ولا لا؟ مش هو اداك معامل احتكاك؟ ايوه، يبقى خلاص هيبقى املس ازاي؟ كده في معامل احتكاك، عمره ما هيكون املس. ماشي يا استاذ، في حالة بقى انه يقول لك ان مستوى بس وسكت،
فانت بتحط في بالك انه ممكن يكون املس، ففي حاله انه املس قوه الاحتكاك تساوي صفرا، واتنها تكبر لانه ممكن يكون خشن بقى لحد ما تبقى قوه احتكاك سكوني نهائي. تمام. طب ورد الفعل المحصل هيتقفل من عند ر ليه؟ لانه في حاله المستوى الاملس رد الفعل هو هو رد الفعل المحصل زي ما وضحنا في الاول، لحد ما يبقى يا استاذ ر قلام او اي قانون من القوانين بقى الباقيه. ر قلام جذر التربيع، ر تربيع زائد ميم سكوني تربيع في رد الفعل تربيع، او ر جذر واحد زائد ظلام، اي قانون بقى تلاقيه في الاختيارات. طب لو كان قال لي خشن، بتفتح البدايه يا هندسه. خشن يعني عمره يا استاذ ما هيكون المستوى املس، وهنا ميم سكون ر، وهنا نفس الكلام مش هيبقى قد رد الفعل. خدت بالك من دول يا باشمهندس؟ حطهم في راسك ما تنساهمش. ولا من ضمن مراجعتك يا سيدي الناس الجسم الموضوع على مستوى مائل. تمام. الجسم الموضوع على مستوى مائل، اول ما بتحط جسم من غير ما تأثر عليه قوه، ممكن يطلع معاك حاله من ثلاثه: لا الجسم تلاقيه وقف وما تهزش، لا اما اول ما تحط الجسم تلاقيه جري وقع على الارض، لا اما تحط الجسم تلاقيه بيرتعش كده عايز يقع. تمام. قال لك اول حاجه لو كان على وشك الحركه تحت تاثير وزنه، هيكون على وشك الحركه. قال لك في الحاله دي ه بتكون قد لام، ه دي زاويه ميل المستوى، لام زاويه الاحتكاك. تمام. في الحاله دي هتكون ه بتساوي لام، ويبقى معامل الاحتكاك هو ظالم هو ظاهي. ماشي يا استاذ. طب لو فضل متزن، يبقى معنى كده ان زاويه الاحتكاك اكبر من زاويه ميل المستوى. طب لو حطيته يا استاذ ومشي على طول وقع على طول، قال لك في الحاله دي زاويه ميل المستوى هي اللي اكتر من زاويه الاحتكاك، زاويه ميل المستوى هي اللي كبيره. تمام يا استاذ. طب بالنسبه يا استاذ لاقل قوه تجعل الجسم على وشك الحركه واكبر قوه، عايز افرق ما بين الاثنين دول برضو مجننني يا ابني ولا جنان ولا حاجه. بص حضرتك، انت دلوقتي اول ما بتحط جسم هنا وزن، هنا الرياكشن بتاعك. تمام يا استاذ. بتمسك الوزن ايه؟ تحلله، جا سيتا لو دي سيتا وهنا جتا سيتا. تمام يا استاذ. في هنا ايه؟ في هنا القوه. اقل قوه يعني معنى كده ان الوزن هو اللي اكتر، هو اللي هيشده لتحت، يعني هو هيتحرك بس في قوه، القوه او اتجاه حركته هيكون لاسفل، يبقى معنى كده معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل هيكون لفوق. يبقى لما يقول لك اقل قوه تجعل الجسم على وشك الحركه، يبقى الحركه لاسفل، وبالتالي قوة الاحتكاك بنحطها عكس اتجاه الحركة. تمام يا أستاذ. وأكبر قوة يا هندسة تجعل الجسم على وشك الحركة، أكبر قوة يا سيدي الناس يبقى اتجاه الحركة يا أستاذ لأعلى، أكبر قوة يبقى اتجاه الحركة لأعلى. لما يقول لك أكبر قوة، يبقى أنت هتحط ميم سكوني فري فين يا باش مهندس؟ لتحت كده يا أستاذ. طبعا ممكن يقعد بقى يعمل لك شويه ديكورات، وشويه الديكورات دول انت مش قلقان منهم لانك درستهم كويس في الديناميكا وامتحنتهم في الديناميكا. ايه يا استاذ الديكورات دي؟ انه ممكن يجي يحط لك بقره هنا ويعدي حبل ويعدي هنا تقل. اذا مر خيط على بقره ملساء فان الشد في طرفي الخيط ماله يا باشمهندس؟ متساوي يا استاذ. بس خلاص، ده اللعب اللي ممكن يلعبه معاك. ماشي يا ابو حميد. إذا أثرت قوة على جسم وظل متزن، القوة دي قيمتها، يعني أنت لو أثرت على جسم بقوة وتنى واقف، زودتها قللتها تنى واقف، القيمة اللي زادت أو قلت بتنحصر ما بين أقل قوة وأكبر قوة. تاني، إمتى تأثر على جسم بقوة يفضل متزن؟ قال لك في حالة يا أستاذ إن أنا جبت أقل قوة وأكبر قوة، جبت أقل قوة بعشرة، أكبر قوة بخمستاشر، لو أنت جبت قيمة ما بين العشرة والخمستاشر، دي اسمها قوة بتخلي الجسم ده متزن مع إنك أثرت بقوة.
يعني يا باشمهندسين لو انت اثرت بقوه على جسم، القوه دي هتنتمي للفتره المغلقه ما بين اقل حاجه واكبر حاجه. نبتدي يا باشمهندسين التمارين، نسمي الله بسم الله. في الشكل المقابل كاف واحد وكاف اتنين دول كتلتين مصنوعين من نفس الماده، فان معامل الاحتكاك السكوني للجسم الاول الى الجسم الثاني. متفقين يا باشمهندسين ان معامل الاحتكاك لا يتوقف الا على طبيعه الجسمين، ملوش دعوه بحجمهم ولا بكتلتهم ولا مين الكبير ولا مين الصغير، انما قوه الاحتكاك لا بتتاثر. ليه؟ لان قوه الاحتكاك عباره عن ميم سكوني في ر، ور دي قد الوزن، فالوزن لو كتر اكيد قوه الاحتكاك هتكبر، الوزن لو قل اكيد هتقل. ماشي يا باشمهندسين؟ ماشي. يبقى معامل الاحتكاك ملوش دعوة إلا بطبيعة الجسمين، ملوش دعوة بحجمهم ولا مساحتهم ولا أي حاجة. يبقى معامل الاحتكاك طالما هما من نفس المادة يبقى هيفضل زي ما هو، يبقى النسبة اللي بينهم واحد إلى واحد. الجسم على وشك الحركة، قاف على واو بتساوي واحد على ظا 45 زائد لام على الاتنين، يبقى معامل الاحتكاك بيساوي كام؟ قلت له يا أستاذ حضرتك دي بتسعين، تمام، ودي بمية وتمانين ناقص لام، كويس، ودي كده كمان برضو يا أستاذ بتسعين، ماشي. يبقى الزاوية دي كده عبارة عن لام زائد تسعين، والزاوية دي مية وتمانين ناقص لام، والزاوية دي تسعين. روح طبق قاعدة لامي. قاعدة لامي بتقول ايه؟ بتقول ان قاف على جا مية وتمانين ناقص لام اللي هي بجا لام، قاف على جيب الزاوية اللي قصادها، رد الفعل على جيب الزاوية اللي قصاده على جا 90 بتساوي الوزن، الوزن واو، جا لام زائد 90 اللي هي عبارة عن جتا لام. كويس يا أستاذ، خد دول مع بعض يا هندسة، خد دي مع دي، ماشي، ناخدهم، اعمل المقص كده، يبقى قاف على واو بتساوي جا لام على جتا لام. دي اللي هي اسمها ايه يا سيدي الناس؟ ده دي اسمها ظا لام يا استاذ. كويس. قال لك انها بتساوي واحد على ظا، قلت له واحد على ظا يعني زطا. الله. طب امتى ظا يا استاذ بتساوي الزطا؟ لما يكون مجموع الزاويتين الاثنين ب 90. يبقى انا لو خدت الكلام ده فوق كده يا شباب عشان بس المكان. يبقى لام زائد 45 زائد لام على الاثنين، دي قيمتها بتساوي 90. يبقى لام زائد نص لام 3 على الاثنين لام بتساوي، عدد بإشارة مخالفة، 45، ومنها اللام ب 90 على الثلاثة، فيها 30 درجة يا باشمهندس. يبقى زاوية الاحتكاك بتساوي 30 درجة. معامل الاحتكاك بيساوي ظا 30 يا ابو حميد، اللي هو بيساوي جذر 3 على 3 او 1 على جذر 3 زي ما تلاقي في الاختيارات. اذا كانت لام هي زاويه الاحتكاك بين مستوى وجسم، فان قال عارفك يا عبيط يا اللي قعدت تفكر دلوقتي، ما هو لسه قايلها، قال ان ر قال، مش هي دي؟ ركز في السؤال، ركز فيه. السؤال هنا بيقول لك ان لام دي زاوية الاحتكاك، زاوية الاحتكاك. طب ما هي ظا لام بتساوي معامل الاحتكاك السكوني، تمام يا استاذ؟ مش معامل الاحتكاك ده يعتبر مقسوم على واحد يا باشمهندس؟ ايوه يا استاذ. ارسم مثلث يا سيدي الناس. ايه ده؟ معلش تفكير برضه. ده الظا مقابل على مجاور، هات ده من فيثاغورس. يبقى ده تربيع يا أستاذ زائد ده تربيع، بس خلاص الاختيار ده موجود. أيوة اللي هو ده، ما تتخدعش، الأسئلة شكلها قريب من بعضه. طب يا أبو حميد المسألة دي هنتعامل معها إزاي؟ قول يا هندسة. إذا كان قياس الزاوية بين رد الفعل المحصل والأفقي 90، أدى يا أستاذ الجسم رد الفعل والأفقي 90، رد الفعل المحصل، يبقى معنى كده يا أستاذ إن معامل الاحتكاك بتساوي صفر. ليه؟ لأن المستوى هنا أملس، لأن في حالة إنه عمودي يبقى مع رد الفعل، وطالما رد الفعل المحصل هو رد الفعل، يبقى معنى كده مفيش قوة احتكاك.
لان لو كان في قوه احتكاك كنا بصينا لقينا رد الفعل المحصل سابها كده واتجه بميلان، وده ما حصلش. ليه؟ عشان رد الفعل المحصل محصله ر، يعني بنجيب الجذر التربيعي لر تربيع وحاص كوني تربيع. ماشي. اذا كان قياس الزاويه بين رد الفعل المحصل ورد الفعل العمودي صفر، لو الزاويه بينهم صفر يا استاذ معامل الاحتكاك بصفر. ليه؟ لانه معامل الاحتكاك بيساوي ظل الزاويه اللي ما بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل. تمام، نكمل. اذا كان قياس الزاويه بين رد الفعل المحصل ورد الفعل العمودي، طلب بياس اثبت درز الرد الفعل العمودي ودرز الرد الفعل المحصل. هنا كده يا استاذ الزاويه دي حضرتك بتقول سيتا زائد 10. ماشي. وقوة الاحتكاك ورد الفعل المحصل الزاوية اللي بينهم كانت 2 سيتا زائد 20. طب ما بسيطة يا أستاذ، ما أنت قايل إن دي قائمة، ومعنى إنها قائمة يبقى 3 من سيتا زائد ال 30 بتساوي 90، يبقى 3 سيتا بتساوي 60، يبقى سيتا بتساوي 20. ومن هنا أنت بتغلط يا هندسة، ركز ركز بعد إذنك. من هنا أنت بترتكب الجريمة. ايه يا استاذ الجريمه اللي برتكبها؟ ان انت يا هندسه بتروح عينك على طول على الاختيارات، وبتبص تلاقي ال 20 وبتختارها. هو عاوز ايه؟ عاوز معامل الاحتكاك. طب ما بضاع 20، انت غبي يا ابن الزاويه. ايه يا حبيبي؟ الزاويه يا بابا سيتا زائد 10. تريس تريس يا هندسه، يبقى ظا سيتا زائد 10 اللي هي ظا 30 يا استاذ، اللي هي بواحد على جذر 3 او جذر 3 على 3 زي ما تكون. نكمل. ايه ده يا استاذ؟ مسألة. ماشي. المستوى ده رأسي وخشن، أثرنا بقوتين 14 و 16. يجي هنا بقى فايدة التراكم يا معلم. انت معاك قوتين دلوقتي، قوة 16 وقوة 14. مش لو جبنا محصلتهم يبقى انا معايا القوة اللي بتأثر على الجسم؟ ايوة يا استاذ. خلاص هاتها. قلت له المحصلة بتساوي الجذر التربيعي. القوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد 2 في القوة الأولى في القوة الثانية في جتا الزاوية اللي ما بينهم، جتا 60. تمام تمام، حسبناها يا أستاذ طلعت بتساوي 26. كويس قوي. يبقى القوة اللي هنا بتساوي 26، القوة اهي بتساوي 26. يبقى رد الفعل في الاتجاه ده يا أستاذ. تمام كويس جدا. هنا في ايه؟ هنا في الوزن يا استاذ. الوزن بكام؟ نسيت اقوله. الوزن يا شباب كان ب 13. الوزن اللي هنا ب 13. طب ما هنا يا استاذ قصاده ميمسكوني فري. كويس. يبقى رد الفعل ب 26، وهنا 13 بتساوي ميمسكوني في 26. يبقى ميمسكوني طلع بيساوي نص. نكمل. في الشكل المرسوم معايا جسمين اتنين موضوعين على مستوى يا ابو حميد. ماشي. وكان الاولاني معامل الاحتكاك بتاعه تولت. كويس. والتاني معامل الاحتكاك بتاعه ميم. ماشي. ميم بكام؟ طلعت بسيطة وما تخافش وما تتخضش. المسألة بسيطة جدا. انت فاكر يا هندسة اذا مر خيط على بقرة ملساء فان الشد في طرفي الخيط متساوي، هنا في اتنين يبقى هنا الشد ده باتنين. ايوه. طب ما هو الشد ده بيساوي ميم سكوني في ر، ميم سكوني تولت في رد الفعل اللي هو بتلاته، زائد ايه هندسه؟ زائد الشد يا استاذ. ليه؟ لان ده حبل، الحبل ده في شدين اتنين متقابلين. تمام. التولت ده راح، يبقى الشد قيمته بتساوي 1. تعالى للجسم الثاني اللي معامل احتكاكه ميم. كان وزنه بكام؟ كان وزنه باتنين. الشد اللي هنا بكام؟ الشد اللي هنا بواحد. هنا ايه؟ هنا ميم في ر. طب ور كانت بكام؟ باتنين. فقمنا جايين يا باشمهندسين قلنا له معامل الاحتكاك في رد الفعل بيساوي واحد ورد الفعل باتنين، يبقى معامل الاحتكاك بهاف. يبقى احنا دلوقتي عشان الناس اللي مغضوضه، احنا خدنا ده كده مساله. الوزن ده باتنين، يبقى الشد باتنين، يبقى ده باتنين زيه. يا استاذ ايوه، مش كنا جينا بقى يا ابو حميد قلنا كاف دال وهنا كاف دال والحاجات دي كلها؟
يا دي الاستاتيكا مش شرط يا لا. الاستاتيكا لازم بس تكون الوحده اليمين نفس، طالما الوحدتين متساويتين موضوع خلصان. ماشي يا استاذ. وبعد كده خدنا النص ده هو لوحده طبقناه واشتغلنا بيه، جبنا الشين منين تاني؟ الجسم ده اللي كان منه متدلي كان الشد هنا باتنين، هنا كان في شد جاي من الحبل ده هو الجسم ده، وكان في كمان ممسكوني فراه. فلما سويناهم ببعض قدرنا نقفش الشين. لما قفشنا الشين اللي هي دي، دي قيمة الشين يا شباب، قدرنا نطلع القيمة بكام؟ ماشي يا أستاذ كمل. نكمل في سقف وفي جسم مأثرين عليه بقوة من تحت كده في السقف، وكانت القوة دي مائلة بزاوية 30 درجة. تقدر يا هندسة تجيب لنا رد الفعل المحصل؟ المحصل رد فعل محصل ايه يا أستاذ؟ القوة يا أستاذ لما بتكون طالعة لفوق كده نبنفدها. برافو عليك، ده بداية الحل الصح، انك بتنفد القوة 5 جذر 3. ميلة يا أستاذ بالتقابل بالرأس زاوية 30، ممتاز. هبدأ أعمل يا أستاذ فاكتورايزيشن، تحليل. برافو عليك كمل. يبقى هنا يا أستاذ 5 جذر 3 جا 30، وهنا 5 جذر 3 جت 30، ممتاز. كمل. هنا يا أستاذ طالما هي بتزق في الاتجاه ده يبقى هنا كده ممسكوني فراه. حلو قوي، أنا قدرت أجيب لك كل حاجة تقريبا يا أستاذ، قدرت أجيب لك معامل الاحتكاك صح، ومن معامل الاحتكاك أنا معايا رد الفعل. طب هو فين رد الفعل بقى؟ هنا، هي دي الزتونة اللي أنا جايب عشانها السؤال. رد الفعل يا أستاذ أنا مش هتخدع، ده لتحت صح، رد الفعل لتحت. إيه ده يا أستاذ، هو مش لفوق؟ لأ، ده في سقف وفي جسم بيضغط، فالجسم ده بيضغط. إيه اللي ما خلاهوش نفد؟ إن الألم بيتك عليه لتحت، رد الفعل ده لتحت. تمام يا أستاذ، يبقى ده عكسهم، ده السقف فوق والجسم تحت، كل مرة كان الجسم فوق والأرض تحت. ماشي يا أستاذ، هنساوي القوة اللي فوق باللي تحت، 15 جذر 3 دي يا شباب كانت 49، معلش دي 49 15 جذر 3 زائد رد الفعل بتساوي 49 جذر 3 في جا 30 اللي هي بنص. ماشي، يبقى رد الفعل قيمته يا أستاذ طلعت بتساوي 49 على 2 جذر 3 ناقص 15 جذر 3 اللي هي 30 على 2 جذر 3، طلع الناتج ب 19 يا أستاذ على 2 جذر 3، ده قيمة رد الفعل. خد القوة اليمين سواها باليسار، معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل بيساوي 49 جذر 3 جتا 30 بجذر 3 على 2. كويس جدا يا أستاذ، معامل الاحتكاك بكم يا هندسة؟ مش معايا. طب ده ب 19 على 2 جذر 3 في معامل الاحتكاك بيساوي 49 في 3 على 2. كويس، وممكن ناس تكتبها جذر 3 تسيبها زي ما هي كده عشان يشيلوا جذر 3 مع جذر 3 والاثنين مع الاثنين، كلامهم صح. يبقى معامل الاحتكاك يا أستاذ طلع بيساوي 49 جذر 3 على 19، كلام مظبوط 100%. وبعدين بعد كده يا أستاذ رد الفعل المحصل بكل بساطة بيساوي رد الفعل اللي احنا جبناه في الجذر التربيعي لواحد زائد ميم سكوني تربيع. بس كده يا باشمهندس ومسألتك منتهية. مستوى ماء الخشن يميل على الأفقي بزاوية جيب تمامها يساوي 5 على 13. مستوى مائل جيب تمامها 5 13 يبقى دي 12، دي الزاوية هي. تمام، أسرت عليه قوة في اتجاه خط أكبر ميل والأعلى، ده الجسم يا هندسة، كانت القوة بتأثر لأعلى كده، دي قيمة القوة قف، وهنا كان الوزن بتاعه اللي هو كام؟ 130 نيوتن. يا شباب في حتة تركيز بس رفيعة كده وانت بتحل اتأكد، يعني ممكن يدي لك الوزن بالنيوتن وتلاقيه جاي كده في الاختيارات او في المطلوب بتاعه كاتب لك ايه، رد الفعل بيساوي كام سكلي كيلوغرام، ركز في دي ممكن يلعب معاك فيها.
ماشي، في حاله انه يجي لك كده بتقسم الناتج على 9.8. تمام يا استاذ، مسكنا ده حللناه، بقى هنا 130 جا سيتا في 12 على 13، وهنا 130 جتا سيتا، 130 في 5 على 13، وهنا رد الفعل. وأثرت عليه قوة في اتجاه خط أكبر من الأعلى، فإذا كان معامل الاحتكاك 50 فإن النهايتين اللتين ينحصر بينهما قيمة القوة في وضع الاتزان. فاكر يا هندسة؟ فاكر قلت لك بتجيب أقل قوة إزاي وأكبر قوة إزاي في المستوى المائل؟ أقل قوة يا أستاذ يبقى هنا كده ميم سكون فريه عشان أجيب أقل قوة. هطلع لك الناتج، يبقى القوة زائد ميم سكوني في ر بيساوي 130 في 12 على 13. القوة اللي محتاجها ميم سكوني ب 50 في رد الفعل اللي هو قيمته ب 130 على 13 في 10 ب 50 بتساوي 130 اللي هي هيطلع 120 بعد التبسيط هنا. هنا دي فيها 10 في 2 ب 20، يبقى القوة طلعت بتساوي 100 يا أستاذ. يبقى دي أقل واحدة، دي أقل حاجة. طب عايزين الكبيرة يا أستاذ، الكبيرة ارسم نفس الكلام بس حط هنا ميم سكون فريه مع الوزن جاهي، ودي قيمة القوة قاف، ده يديك أكبر قوة. يبقى قوة قاف بتساوي هنا يا أستاذ 120، ودي يا أستاذ زائد 20، يبقى قوة قاف تطلع بتساوي 140. تاني يا شباب، مش احنا اتفقنا ان هنا قاف والوزن جاهي طلعت ب 120 وميم سكون فريه طلعت ب 20، يبقى الناتج كله يطلع بيساوي 140. يبقى قوة قاف اللي انت عاوزها القوة تنحصر بين 100 و140، بتبقى الفترة بتاعتهم مغلقة يا شباب، لأن ال 100 و140 كان الجسم لسه على وشك الحركة، ما كانش اتحرك. المسألتين دول وضع جسم وزنه واو على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية ايه؟ وزاوية الاحتكاك لام. فإن كل الأوضاع الآتية يكون فيها الجسم في وضع استاتيكي، ما عدا ايه؟ ما عدا حاجة. قلت له يا أستاذ الوضع الاستاتيكي ده يعني ان هو ساكن ما بيتحركش، ده معنى الوضع الاستاتيكي. لو زاوية ميل المستوى اقل من زاوية الاحتكاك ما بيتحركش يا استاذ. طب لو كانت ه قد زاوية الاحتكاك على وشك الحركة يعني ما اتحركش يا استاذ. طب لو كانت ه اقل من او تساوي اللام، لو بتساوي على وشك، لو اقل يبقى عمره ما يتحرك، يبقى لا شيء مما سبق يا استاذ، مفيش أي حاجة هتترفض يا أستاذ، كل ده وضع استاتيكي. وضع جسم وزنه واو على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية ه، وزاوية الاحتكاك هي لام. فإذا كانت ه أكتر من لام فإن الجسم متحرك. متحرك، الجسم ده مش هيقف خالص، هيمشي هيجري. في الشكل المرسوم برضو تاني إداني جسم موضوع أسفل المستوى، ماشي، وأثرنا عليه بقوة، برضو أنت ما بتحرمش، ده أنت عايز تقرفني بقى. طيب هنا يا أستاذ الخمسة جذر 3، الزاوية دي 60، دي 60 بالتقابل بالرأس، يبقى فاضل هنا 30. تمام يا هندسة، رد الفعل فين يا سيدي ناس؟ رد الفعل يا أستاذ لأسفل، ماشي، أيوة كده، خليك معايا كده على الخط، ماشي. هنا يا باشمهندس كان في وزن يا استاذ، كان الجسم ده وزنه كام؟ 3. حلله، يبقى هنا يا استاذ كده 3 جتا 30 و3 جتا 30. طب بالنسبه للقوه المايله الرزله دي هنحللها، هيبقى 5 جذر 3 جتا 30 جتا 30 سوري، و5 جذر 3 جتا 30. ماشي يا استاذ، هو عاوز ايه بقى؟ عايز زاوية الاحتكاك، يعني عايز معامل الاحتكاك يعني. ايوه، الجسم ده هيتحرك لفين؟ هعمل مقارنة. يا دي الشورى الباينة، هو أنت ما تعرفش تطلعه؟ لا،
لازم اعمل مقارنه الاول، اشوف هو هيمشي يمت فين، ما هو ما قاليش. فقمت ماسك 5 جذر 3 جت 30، وماسك 3 جت 30. انت بكام يا انسه؟ بواحد ونص. وانت بكام يا معلم؟ بخمسه. في جذر 3 وجذر 3 ب 3 على الاثنين 2 ونص في 3. لا ده دي كتيره يا استاذ، اتحرك لفوق. يبقى اتجاه الحركه الاعلى. يبقى هنا ميم سكوني في رد الفعل. خلصانه؟ خلصانه يا استاذ. القوة اليمين بتساوي اليسار. 5 جذر 3 في جتا 30 بجذر 3 على 2 بتساوي ميم سكوني في الرياكشن بتاعي رد الفعل. رد الفعل عايزين نجيبه، رد الفعل زائد 3 جتا 30 بتساوي 5 جذر 3 جتا 30. يبقى احنا كده يا استاذ سوينا القوة اللي فوق باللي تحت. يبقى رد الفعل بيساوي دي ب 5 جذر 3 في جتا 30 بنص يعني على الاثنين يعني، ودي جتا 30 بجذر 3 على 2 يبقى 3 جذر 3 على الاثنين، يطلع الناتج 2 جذر 3 على الاثنين يعني بجذر 3 يعني. ماشي. نشيل جذر 3 دي مع جذر 3 دي؟ ايوه. يبقى معامل الاحتكاك يا استاذ ب 5 جذر 3 على الاثنين. طب هو عاوز يا استاذ الزاويه. طب ما ده بتساوي زاوية هندسه. طب ما تجيب يلا على الآلة الحاسبة، يلا هات شيفت تان وطلع القيمة يا باشمهندس. يلا 5 جذر 3 على الاثنين، شوف هتطلع بكام. المستويان لهم نفس معامل الخشونة، يعني معامل الاحتكاك يعني. ما هو الاتجاه الذي توشك الحركة فيه؟ انت معاك يا استاذ مستويين، واحد مائل بزاوية 30 وواحد مائل بزاوية 60. ها مين اتجاه الحركة هيبقى فين؟ اتجاه الحركة يا أستاذ هيبقى مع اللي زاويته كبيرة. صح، انت كده بتفهم. انت صح، لما الزاوية بتكبر اتجاه الحركة بيكون يمتها. يبقى اتجاه الحركة بتاعي جاي من ب لألف لجيم، جاي في الاتجاه ده كده، ماشي في الاتجاه ده. كويس. في معلومة يا شباب بيقول لك لو معاك مستوى خشن وحطيت عليه جسمين، يا ترى الأتقل اللي فوق ولا اللي تحت؟ هل اللي فوق هو اللي بيبقى الكبير ولا اللي تحت؟ ولا ده ولا ده يا أستاذ. أمال اللي معامل احتكاكه الكبير هو اللي فوق يا أستاذ. تاني، لو أنت حطيت جسمين على مستوى وعاوز الحبل يتني مشدود ما بينهم، لازم تحط اللي معامل احتكاكه كبير فوق واللي معامل احتكاكه صغير تحت. حط دي في راسك يا سيدي الناس. هنا معامل الاحتكاك كبير وهنا معامل الاحتكاك صغير. ماشي يا باشمهندس؟ ماشي يا استاذ. قبل مسألة، نص المستوى خشن ونص المستوى الثاني املس. قلت له بسيطة، امسك يا معلم النص الاملس. هنا في شد في الحبل. ايوه، لما انا امسك النص الاملس هقدر اجيب لك الشد في الحبل بكام. مسكنا 15 الرزل حللناها، هنا 15 جا 30 وهنا 15 جا 30 وهنا رد الفعل. مش محتاج يا استاذ رد الفعل في حاجه. ليه؟ لان انا مش هجيب معامل احتكاك اصلا عشان الحته دي المستوى بتاعها املس. فقمنا قايلين ان الشد قيمته بتساوي 15 في جهة 30 اللي هي بنص. يبقى هنا القيمة دي ب 15 على الاثنين. تعالى يا باشمهندس بقى للجسم الثاني. امسك ده حلله. هنا يا استاذ 8 جا 30 وهنا 8 جا 30 وهنا رد الفعل. هو في قوة بتأثر على الجسم يا استاذ؟ مفيش. قال لا. طب ما هو طالما عايز معامل الاحتكاك يبقى على وشك الحركة. ايوه. طب ما طالما على وشك الحركه وانت حاطه يا ابو حميد، ما تقول بيساوي ظل زاويه ميل المستوى. لا. طب ليه؟ لان يا هندسه الجسم المتعلق ده هو ده القوه اللي شدت الجسم ده. يبقى معنى كده ان في قوه. مش فاهمك. واحده واحده. انت حاطط جسمين، ده على مستوى املس، ده بيشد ده اهو. مش انت اول ما حطيت ده لقيته بيتحرك؟ لا، اللي جبر ده انه يتحرك ان في جسم تاني متعلق فيه بيشده. تمام يا استاذ. يبقى في هنا ايه؟ في هنا ميم سكوني فري. يلا يا هندسه،
8 جا 30 ب 4 يا استاذ، زائد 15 على 2 بتساوي ميم سكوني في الرياكشن يا استاذ. 8 جا 30 اللي هي بتساوي 4 جذر 3. دول على الاثنين 8 و15 23 على الاثنين بتساوي ميم سكوني في 4 جذر 3. يبقى ميم سكوني بيساوي وسطين في طرفين 23 على 8 من جذر 3. بيقول لك يا باشمهندس ان الجسمين دول موضوعين على مستويين خشنين. الافقي كان معامل الاحتكاك بتاعه اسمه ميم واحد، والمائل معامل الاحتكاك بتاعه اسمه ميم اتنين. يبقى 4 من ميم واحد زائد ميم اتنين بكام؟ قلت له ايه ده يا استاذ؟ هو اتجاه الحركة المحتمل اصلا هيكون كده يا ابو حميد. ايوه. طيب هنمسك ده نحلله، الزاوية بكام؟ ده حرف اليو 120 يبقى دي ب 60. يبقى هنا 5 جا 60 وهنا 5 جتا 60 وهنا رد الفعل. تمام. اتجاه الحركة لتحت يبقى هنا ميم سكوني اللي هو اسمه ميم 2 في رد الفعل، وكمان في الشد في الحبل، وهنا يا أستاذ في الشد في الحبل، ولما يتحرك يبقى هنا ميم سكوني 1 في رد الفعل. كويس قوي. يلا طلع معادلات الحركة يا باشمهندس. هات قيمة الشد من هنا وهات قيمة الشد من هنا وسويهم ببعض. يبقى الشد قيمته بميم واحد في 10، يعني 10 ميم واحد. تمام. هناك يا باشمهندس قلت له يا أستاذ الشد زائد ميم اتنين في رد الفعل اللي هو 5 جتا 60 ب 5 على 2 بيساوي 5 جا 60 اللي هي ب 5 في جذر 3 على الاثنين. عدد بإشارة مخالفة، يبقى شد بيساوي 5 جذر 3 على الاثنين ناقص 5 على الاثنين من معامل الاحتكاك الثاني. ده قيمة شين نفس القيمة اللي هنا، يبقى سويهم ببعض. 10 من معامل الاحتكاك ده بيساوي 5 جذر 3 على الاثنين ناقص 5 على الاثنين من معامل الاحتكاك ده. كله يا باشمهندس بيقبل الاسم على الكام؟ بيقبل الاسم يا أستاذ على الخمسة. اقسم على الخمسة كله. 2 من ميم واحد بتساوي جذر 3 على الاثنين ناقص ميم 2. ماشي يا أستاذ. اضرب يا باشمهندس المسألة دي في 2، 4 من ميم واحد بتساوي جذر 3 ناقص ميم 2. عدها بإشارة مخالفة. 4 ميم واحد زائد ميم 2 بتساوي جذر 3، وهو ده اللي أنت كنت عايزه يا أبو حميد. تمام يا هندسة، نكمل. يجر الرجل حجرا صاعدا منحدرا يميل على الأفق بزاوية سيتا، والحبل يصنع زاوية بيتا مع المستوى المائل يتنيلة. فإذا كانت زاوية الاحتكاك ألفا بين المنحدر والحجر فإن أصغر قيمة للشد كام؟ المسألة العويصة دي، تعال نرسم يا معلم. في حجر واحد بيشده وكان المنحدر ده مائل بزاوية سيتا، ماشي، والحبل يصنع زاوية بيتا، ده الحبل عامل زاوية بيتا تمام مع المستوى المائل. فإذا كان زاوية الاحتكاك، لو ده يا باشمهندس كان الوزن، هنا رد الفعل، هنا كده مثلا زاوية الاحتكاك اسمها ألفا بين المنحدر والحجر. يا شباب زاوية الاحتكاك بتتحط هنا بين المنحدر والحجر، دي يعني دي الزاوية اللي حاصلة ما بين أو منطقة التلامس، يعني بمعنى أصح. عاوزين يا أستاذ أصغر قيمة للشد. قلت له لا، أنا معايا زوايا كتير كده، أنا هسيبها زي ما هي وأشتغل قاعدة لامي، أنا مش هعرف نفسي فيها. هنا الشد يا أستاذ دي 90 ناقص بيتا، كده دي كانت سيتا ومعاها 90، خلاص خلصانة كده معايا يا باشمهندس. دي من مجموع الزوايا حوالين النقطة، أقدر أطلع الزاوية دي بكام؟ الزاوية دي هتبقى بتساوي 180 ناقص سيتا زائد ألفا. يلا يا باشمهندس نطلع القيم. هنا رد الفعل المحصل، مش محتاجه في حاجة. وزن على جيب الزاوية اللي قصاده، جا 90 خد سالب مشترك، اتبقى هنا بيتا ناقص ألفا بتساوي الشد على جا 180 ناقص سيتا زائد ألفا. كويس، اعمل المقص يا باشمهندس. قلت له لما عملت المقص يا أستاذ بقى هنا وزن
جا سيتا زائد ألفا ماشي على 90 ناقص زاوية دي بقت جتا الزاوية بيتا ناقص ألفا ماشي بتساوي قيمة الشد. هو عاوز أصغر قيمة للشد يبقى لما يكون قاسم على أكبر حاجة أكبر حاجة هي الجتا مش دي تبقى بواحد؟ أيوة يبقى قيمة الشد هنا يا أستاذ بتساوي الوزن جا سيتا زائد ألفا اللي هو يا باشمهندس الاختيار ده دي كده سيتا. يا رب تكون واضحة معك. نكمل. وضع جسم على مستوى أفقي خشن وكانت لام هي زاوية الاحتكاك بين الجسم والمستوى. أسرت على الجسم قوة أفقية مقدارها قاف بتساوي 2 ظا لام ناقص جا 2 لام فأصبح على وشك الحركة فإن وزن الجسم يساوي كام؟ قلت له يا أستاذ وليكن مثلا إن ده كان الجسم تمام في هنا قوة أفقية في هنا يا باشمهندس معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل ورد الفعل ده كان قد الوزن تمام هو الراجل عايز يعرف وزن الجسم بكام قلت له القوة حضرتك عطيها لي ايوه باتنين ظالام ناقص جا اتنين لام وجا اتنين لام اللي هي اتنين جا لام جا تلام معامل الاحتكاك السكوني بظالام يا استاذ في رد الفعل اللي هو قد الوزن طيب يبقى هنا اتنين جا لام على جا تلام ناقص اتنين جا لام جا تلام بتساوي جا لام على جا تلام هنختصر دي كلها مع بعضها كده هنضرب المسألة دي كلها في جتا يبقى 2 ناقص 2 جتا تربيع لام بتساوي الوزن لو خدت الاتنين مشترك اتبقى هنا 1 ناقص جتا تربيع لام 1 ناقص جتا تربيع دي بجا تربيع يبقى 2 جا تربيع لام هو ده قيمة الوزن وضعت ثلاثة أوزان واو واحد واو اتنين واو واحد زائد واو اتنين من نفس المادة قلت له يبقى نفس معامل الاحتكاك يا أستاذ تمام أثرت قوة يبقى القوة الأولى بتساوي ميم سكوني في الوزن الأول نفس معامل الاحتكاك يا باشمهندس ركز ميم سكوني في الوزن الثاني القوة الثالثة بتساوي ميم سكوني في التقل اللي هو واو واحد زائد واو اتنين كل ده يا باشمهندس انت لو جيت تجمع دول مع بعض لو جمعت قاف واحد زائد قاف اتنين اجمعهم كده هناخد ميم سين مشترك اتبقى واو واحد زائد واو اتنين طب مش ده نفس قيمة القوة تلاتة ايوة يبقى القوة تلاتة بتساوي القوة الاولى زائد القوة التانية اللي هو الاختيار الاول جسم وزنه 25 نيوتن يرتكز على مستوى خشن يميل على الافقي بزاوية قياسها جتا أس سالب 1 4 على 5 ماشي يا أستاذ كده أنا معايا الزاوية اهي دي بأربعة دي بخمسة دي بتلاتة تمام الجسم ده كان وزنه 25 أدا الجسم وأدا الوزن هنا كده رد الفعل ماشي يا باشمهندس معامل الاحتكاك بين الجسم والمستوى خمس إذا أسرت قوة قاف على الجسم جسم وزنه 25 نيوتن يرتكز على مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها جتا أس سالب 1 4 على 5 تعال نرسم المستوى المائل ودي الزاوية عملنا مثلث هنا 4 دي 5 دي 3 تمام الجسم ده كان وزنه 25 هنا كده في رد فعل هنحلل الوزن هيبقى 25 في جتا اللي هي بأربعة على خمسة و25 في جا اللي هي 3 على 5 الراجل بيقول لك بقى لو كان معامل الاحتكاك خمس أسرت قوة على الجسم في اتجاه خط أكبر من لأعلى فجعلته في حالة اتزان فاكر لسه حلين مثال زيه لما جبنا قيمة القوتين وكانوا 100 و 140 نفس الكلام بنفس الفكر هنحط القوة قاف أقل حاجة يبقى هنا ميم سكوني فراه
ماشي يا أستاذ، نطلعها. ميم سكوني أو قوة قاف بتساوي 25 في 3 على 5 دي ب 15، ناقص ميم سكوني اللي هو بخمس في ره، ره دي كانت ب 20 يا أستاذ، 5 ل 20 4، يبقى الناتج 11. طب أكبر قوة يبقى 15 زائد ال 4 يا أستاذ، تطلع بكام؟ ب 19. يبقى القوة دي قيمتها هتبقى ما بين 11 و 19. نكمل يا باشمهندسين. جسم وزنه واو موضوع على مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها هي. إذا كانت زاوية الاحتكاك بينهما هي لام، فإن أقل قوة تجعل الجسم على وشك الحركة لأعلى. قمت أنت قايل يا أستاذ وليكن إن ده كان المستوى مائل بزاوية هي، هنا في رد فعل، هنا كان في الوزن هنحلله، هيبقى وزن جتا هي وهنا وزن جا هي. أنت عايز أقل قوة تجعل الجسم على وشك الحركة والأعلى؟ إيه ده يا أستاذ؟ هو مش المفروض إن أقل قوة دي بتخلي الجسم ينزل يبقى على وشك الحركة الأسفل؟ أنت عايز على وشك الحركة الأعلى، ركز في الكلام. يبقى هنا كده يا أستاذ ميم سكوني فري، ماشي. يبقى القوة قاف بتساوي ميم سكوني فري زائد الوزن جاهي. يبقى قوة قاف بتساوي ميم سكوني اللي هو ظالم لجا لام على جتا لام، ماشي. فره رد الفعل اللي هو عبارة عن واو جتا هي زائد الوزن في جا هي يا أستاذ، كويس. اضرب المسألة دي كلها في جتا لام، يبقى جتا لام في قاف بتساوي وزن جا لام جتا هي زائد وزن جا هي في جتا لام. طب ما ده يا استاذ جتا جتا جا جا، لو خدنا الوزن المشترك. طب ما ده يا باشمهندس جا جتا جتا جا، شوف جا هنا معاها لام، جا هنا معاها هي، جتا هنا معاها هي، جتا هنا معاها لام، يبقى ده قانون يا استاذ الجا، جا ايه؟ لام زائد هي. طب يبقى قيمه القوه قاف بكام؟ قيمه القوه قاف بالوزن في جا لام زائد هي على يا استاذ جتا لام، كويس. هو عاوز بقى ايه؟ اقل قوة. يعني ايه اقل قوة؟ يعني تكون قاسم على اكبر رقم. اكبر قيمة للجتا بكام؟ بواحد يا استاذ. يبقى النتيجة تطلع وزن في جا لام زائد هي، يبقى اقل قوة وزن في جا هي زائد لام، اللي هو الاختيار الاول. يا رب تكون واضحة معاك. في ناس تحلها يا شباب بقاعدة لامي عادي، في ناس تقوم حلاها بقاعدة لامي، شايلة دي وحاطة هنا رد الفعل المحصل وحاطة هنا لام، ودي كده 90 وتبدأ تعيش اللحظة، صح. وضع جسم وزنه واو على مستوى مائل خشن يميل على الأفق بزاوية قياسها هي، أسرت عليه قوة قاف في اتجاه خط أكبر ميل إلى أعلى، فكان على وشك الحركة عندما كانت قاف بخمسين واو أو قاف بأربع أخماس واو. إيه أو دي يا أستاذ؟ إيه هو في حاجة اسمها أو؟ أيوة يا باشمهندس، مش ممكن تحركه بقوة قليلة بس ينزل لأسفل ولو كبرت القوة يطلع لأعلى؟ أيوة، بس خلاص ده المقصود منه. يعني يا أستاذ هنجيب له أقل قوة وأكبر قوة يعني؟ أيوة، برافو عليك، هو ده. أدي المستوى، أدي الزاوية أهي، وده الجسم اللي كان موضوع يا أستاذ، كويس. وبعدين هنا يا أستاذ كان الوزن واو، هنا رد الفعل، هنا واو جتا هي جاهي، وهنا واو جتا هي، تمام. وهنا كده قيمة القوة قاف، وأبدأ أحط معامل الاحتكاك تبع اتجاه الحركة. أقل حاجة يا أستاذ، أقل قوة اللي هي كان قيمتها 50 واو زائد معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل بيساوي وزن جاهي، وأكبر قوة اللي هي بتساوي 4 أخماس واو بتساوي الوزن جاهي زائد ميم سكوني في الوزن جتهي. برافو عليك، كده أنت عارف تفرق ما بينهم. طب يا أستاذ لو كنا خدنا دي عدناها بإشارة مخالفة، 50 واو بتساوي وزن جاهي ناقص ميم سكوني في وزن جتهي، وقلنا بالجمع هنجمعهم، اجمع
ستة على خمسة من الوزن بتساوي اتنين من الوزن جاهي. اقسم على اتنين الوزن يا باشمهندس، يبقى جاهي طلعت بتساوي تلات أخماس. خلاص ارسم لك مثلث، تلاتة خمسة ده أربعة، دي الزاوية اهي. خدها يا باشمهندس وعوض في أي حاجة منهم. هعوض في المعادلة اللي فوق أو اللي تحت، أي واحدة منهم عوض، مفيش أي مشاكل. ماشي، هنعوض هنا، هيبقى 2 على 5 الوزن زائد ميم سكوني في الوزن في جتا اهي، الجتا ب 4 على 5 بتساوي الوزن واو في الجهة ب 3 على 5. هنقسم على واو في كله ونقسم على 5 في كله، يبقى 2 زائد 4 من ميم سكوني بتساوي 3، يبقى 4 من ميم سكوني بتساوي 1، يبقى ميم سكوني بيساوي ربع. كويس، معامل الاحتكاك السكوني مش هو ظلام؟ اه. طب وظاهي ب 3 على 4، يبقى 3 على ال 4 الى 1 على ال 4 ده مقسوم على ال 4، يبقى النسبة بتاعتهم 3 الى 1. اذا اثرت قوة افقية قاف على جسم وهو موضوع على مستوى أفقي خشن زاوية الاحتكاك لام وكان الجسم على وشك الحركة، فإن رد الفعل المحصل، خليك ناصح هنا. يعني إيه خليني ناصح؟ هو المستوى أفقي تمام وقوة أفقية، أيوة، بس إداك زاوية الاحتكاك. آه خلاص، حطها، حط رد الفعل المحصل وريح دماغك. هنا 90، دي كده عبارة عن 90 زائد لام، دي كده 180 ناقص لام. رد الفعل المحصل على جا 90 بتساوي الوزن على جا 90 زائد لام اللي هي بجتا لام، يبقى رد الفعل المحصل بيساوي واو دي جتا تطلع من تحت لفوق هتبقى بتساوي قالام، يبقى رد الفعل المحصل بيساوي واو قالام. وممكن ما تلاقيش الواو، ممكن تلاقي القاف، يبقى تقول بتساوي قاف على جا 180 ناقص لام، يعني اللي هي هتطلع من تحت لفوق بجتا لام، يبقى رد الفعل المحصل بيساوي قاف قتا لام. اي حاجه منهم تلاقيها في الاختيارات خدها. في الشكل المرسوم الجسم على وشك الانزلاق معامل الاحتكاك بكام؟ مساله عبيطه دي يا باشمهندس، دي هدفها كله بتعرف تحسب زوايا ولا لا؟ اصل انت حطيت جسم على مستوى خشن مفيش قوه بتاثر عليه الا قوه وزنه، ولو حطيت جسم على مستوى نزل تحت تاثير وزنه يبقى معنى كده ظل زاويه الاحتكاك بتساوي ظل زاويه ميل المستوى. فقمنا مدين المستوى ده كده مع الافقي، دي قائمه 150 30، يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 60، يبقى بيساوي ظا 60 يا استاذ اللي هو بجذر 3. كل الاتي صحيح ما عدا ايه؟ في حاجه هنا غلط. قلت له يا استاذ بص حضرتك، انا لو طبقت قاعده لامي قاف على الزاويه اللي قصادها اللي هي عباره عن 180 ناقص لام بتساوي الوزن على الوزن على جيب الزاويه اللي قصاده اللي هي دي لام ودي 90 ناقص هي، بتساوي رد الفعل المحصل على جا 90 زائد ه. هنا يا استاذ الناتج طلع بيساوي قاف على جا لام، واللام هنا بتساوي 30 جا 30 بنص، بتساوي الوزن على جا 90 بقت جتا ه ناقص لام جتا 30 اللي بتساوي جذر 3 على الاثنين. يعني رد الفعل المحصل على جتا ه وجتا 60 دي بنص، يبقى معنى كده اللي انا استفدته المقام زي بعض، قاف قد رد الفعل المحصل ده مظبوط، وهنا الوزن بيساوي جذر 3 قاف ده مظبوط، ورد الفعل وكان قيمه رد الفعل زائد قاف جا ه بتساوي الوزن، رد الفعل بيساوي الوزن ناقص قاف جا جا 60 بجذر 3 على 2 جذر 3 على ال 2 من قاف.
الوزن احنا كنا جبناه بجذر 3 قاف، جذر 3 قاف، يبقى رد الفعل طلع بجذر 3 على الاتنين من قاف، يبقى الاختيار ده يا أستاذ هو الاختيار الخطأ، ده كده هو الاختيار اللي غلط، لأن ده جذر 3 على 3 وإحنا مطلعينها جذر 3 على 2. إداني القوة يا باشمهندسين بستة ونازلة لأسفل، قلت له هنفيدها يا أستاذ، لما نفدتها دي بقت الستة اللي هي قيمة القوة، الزاوية دي 30، لما حللتها بقت 6 جتا 30، وهنا ميم سكوني في رد الفعل، وهنا 6 جتا 30، وده قيمة رد الفعل، يبقى ميم سكوني في رد الفعل اللي هي عبارة عن 6 زائد 6 جتا 30 اللي هي ب 3 بتساوي 6 في جتا 30 اللي هي بجذر 3 على الاثنين. ماشي يا أستاذ، على الاثنين هنا دي فيها التلاتة، نقسم على التسعة يبقى معامل الاحتكاك بجذر 3 على 3، يبقى زاوية الاحتكاك بكام؟ زاوية الاحتكاك ب 30 درجة يا أستاذ، حط ال 30 هنا. تقدر تجيب لنا بقى الزاوية دي كلها؟ قلت له أيوه، 30 و 90 و 30 يبقى بتساوي 150 يا أستاذ، يبقى الزاوية المحصورة ب 150 درجة. في الشكل ده بيقول لي الجسم على وشك الحركة، تقدر تجيب لنا معامل الاحتكاك السكوني؟ ركز بقى عشان هنا في قفا، هنا في قفا، في 30 30 درجة، ماشي، قوتين يا أستاذ، قفا عشان قوتين، طب ما القوتين دول أنا أقدر أجيب لك محصلتهم، ماشي، هاتها، القوتين قد بعض باتنين القوة، باتنين من القوة يعني 8 في جتا الزاوية اللي بينهم على 2، الزاوية اللي بينهم 60 على 2 في 30. يبقى تطلع يا أستاذ بأربعة من جذر 3، صح. فين القفة بقى؟ ما طلعت سهلة اهي. لا أنت لسه ما وصلتلوش، أنت هتبدأ تغلط من دلوقتي. قال على وشك الحركة يا أستاذ، طب هو على وشك الحركة فين؟ هنا القفة بقى. لازم يا باشمهندس تقارن الأول. فجبنا ده 10 جذر 3 في جا 30 يعني بخمسة جذر 3، يبقى الجسم ده نازل يا معلم، لأن اللي تحت أكبر. يبقى 5 جذر 3 بيساوي 4 جذر 3 زائد ميم سكوني في ر، مش فاهم، هنا كده ميم سكوني في ر، قوة اللي فوق بتساوي اللي تحت، ماشي. يبقى جذر 3 بتساوي ميم سكوني محتاجه في رد الفعل، رد الفعل هنحلل دي كده، هيبقى هنا 10 جذر 3 في جتا 30 بجذر 3 على الاثنين، وهنا كده قيمة رد الفعل، تمام، 10 جذر 3 في جذر 3 على الاثنين، دول كده فهم 5، 3 في 5 ب 15، يبقى معامل الاحتكاك السكوني بجذر 3 على 15. هنا يا شباب الناس في تعابين لعبت في دماغها، جم قالوا يا أستاذ مش القوة دي كانت مايلة، المفروض تتحلل هنا وتتحلل هنا ودي تتحلل هنا وتتحلل هنا. يا عبيط، انت جبت محصلتهم، انت جبت محصلة دول، دول ما عادش لهم حاجة عندي بقى خلاص، لانك عوضت عنهم بقوة. اخر شكلين معانا يا شباب في مراجعة الوحدة الاولى. الشكل الاولاني ده بيقول لي معامل الاحتكاك بكام؟ ده بسيط، ده ما فيش في خطوات اصلا، انت بتعمل خط افقي، ايوه، جسم موضوع ما فيش قوة اثرت عليه، هو على وشك الانزلاق، ايوه، عايز معامل الاحتكاك، دي ه دي ه، يبقى الزاوية دي عبارة عن ايه؟ ي شيل منها ه يا أستاذ. طب لما بيكون نازل تحت تأثير وزنه مش بيساوي ظل زاوية ميل المستوى؟ أيوه خلصانة. طب هنا ده مستوى مائل أو خط مائل ومديني معادلته، مش تقدر تجيب ميله؟ أيوه، الميل بيسالب معامل س على معامل ص، والميل اللي هو ظا اللي هو بجذر 3، ايوه، يبقى معامل الاحتكاك بجذر 3 يا استاذ. ليه؟ عشان ظل زاويه ميل المستوى قد زاويه الاحتكاك. يا رب يا باشمهندس اكون قدرت اغطي لك على كل الافكار اللي موجوده في الوحده ان شاء الله باذن الله. الوحده الثانيه بتتكلم عن الحاجه العزوم، تمام، التراكمي بتاعها احنا خدناه في الاول اللي هو ازاي تجيب الابعاد، تمام، في اول الحصه هتلاقيها في اول PDF.
بيقول لك العزم يا باشمهندس بيساوي قوة في زراعها، بس لو كانت القوة دي عبارة عن متجهات في اتنين منها، في قوة في نظام ثنائي البعد وقوة في نظام ثلاثي البعد، ثنائي وثلاثي. تعال نمسك الثنائي الأول وبعدين نمسك القوة في الثلاثي وبعد كده نروح للأشكال، تمام؟ يبقى أنا هشرح لك القوة والقوة في الثلاثي وبعد كده الأشكال بعدهم. ماشي يا أستاذ. قال لك القوة في نظام ثنائي البعد بتجيب يا باشمهندس رهدي عن طريق طرح القوة أو النقطة اللي ماشية بها القوة ناقص اللي بالنسبة لها. وفي معلومة هنا، المعلومة بتقول إيه؟ لو أنت يا باشمهندس خدت أي نقطة من على خط عمل القوة، ده خط عمل القوة، خدت أي نقطة بالنسبة للنقطة واو دي، قال لك العزم بتاعك ثابت، يعني دي اسمها ر ودي اسمها ر ودي اسمها ر، ثابت ما بيتغيرش. ازاي يا استاذ مع ان الر بتختلف؟ قال لك عشان الارتفاع بتاعك ثابت، لان العزم بيساوي قوه في زراعها، والارتفاع طالما ثابت يبقى العزم ده هيتني ثابت مهما اختلفت نقطه تاثير القوه. وطول العمود كان بيساوي معيار العزم على معيار القوة. وهنا يا شباب في ملاحظات. ايه هي؟ ركز في الست ملاحظات دول. عزم القوة بالنسبة لأي نقطة عليها ثابت. ماشي يا أستاذ. لو معاك قوة وعاوز معادلة خط عملها، لو معاك قوة وعاوز معادلة خط عملها، قالك بسيطة قوي. انت يا باشمهندس معاك الميل، الميل ده اللي هو ايه يا استاذ؟ شفت القوة؟ اقسم صاد ع س، صاد ع س كده انت جبت ميلها. عارف النقطة اللي القوة ماشية بيها؟ هي دي النقطة اللي هتاخدها في المعادلة. وتيجي يا باشمهندس تطبق صاد ناقص صاد واحد ع س ناقص س واحد بتساوي الميل، دي المعادلة. هتعمل وسطين في طرفين وتطلعها. طب لو كان في قوة بتوازي الألف ب، قال لك ده معناه القوة بتساوي عدد مضروب في الألف ب. لو القوة بتوازي ألف ب يبقى القوة دي عبارة عن عدد في الألف ب ده. ممكن العدد ده يكون واحد اتنين تلاتة أربعة زي ما يكون. لو العزم عند ب بيساوي العزم عند ج، العزم عند ب نفسه العزم عند ج، قال لك في الحالة دي القوة بتوازي ب ج. طب لو العزم عند ب بسالب العزم عند ج، قال لك في الحالة دي القوة بتنصف ألف ب، بتنصف ب ج، يعني لو دي الب ودي الج القوة ماشية في النص ما بينهم بتقسمهم. وبالتالي أنا لو مديلك هنا نقطة ومديلك هنا نقطة تقدر تجيب إحداث التنصيف، يديلك يا باشمهندس النقطة اللي القوة مرت بيها. طب إمتى العزم يكون بصفر؟ العزم يكون بصفر لو خط عمل القوة مر بيها. العزم بيكون بصفر لو خط عمل القوة مر بالنقطة دي. النقطة مش شرط تكون نقطة الأصل، أي نقطة تانية. طالما العزم طلع بصفر يبقى معنى كده الزراعة بصفر، يبقى معنى كده إن النقطة على القوة. تمام يا أستاذ. إذا كانت القوة ق بتساوي لام في اتجاه س ناقص 4 في اتجاه ص، تؤثر في أ اللي هو 5 و4، وكان العزم عند ب بيساوي 30 وب دي كانت بسبعة وسالب أربعة، أوجد لام ومعادلة خط عمل القوة. قلت له بص يا أبو حميد أنا هرسمها عشان إيه؟ أتخيل الموضوع. أدي القوة بتمر بالنقطة أ اللي هي بخمسة وأربعة، ماشي، وكانت في نقطة تانية اسمها باء. باء دي كانت بكام؟ بسبعة وسالب اتنين. ده كده هو اللي اسمه ره يا هندسة. مش تقدر تجيب لنا ره دلوقت؟ اقدر اجيبها. عبارة عن ايه؟ القوة لما داخله بالنقطة دي ناقص دي، يبقى بسالب اتنين يا استاذ وستة. كويس. العزم اللي هو قيمته بتلاتين بيساوي ره ضرب اتجاه قاف، طرفين ناقص وسطين، سالب في سالب بموجب الاثنين في اربعة بتمانية ناقص ستة لام في اتجاه عين، اتجاه عين راح، تمام. ستة لام بتساوي تمانية ناقص تلاتين، تمام. ستة لام بتساوي اتنين وعشرين،
يبقى اللام بتساوي 22 على 6، يعني بتساوي 11 على 3. كده انا قدرت اجيب لام يا استاذ. طبعا يا باشمهندسين النواتج دي بالسالب. لما انت جبت لام مش بقى معاك القوه قف؟ ايوه، القوه قف بقت بكام؟ بسالب 11 على 3 في اتجاه س ناقص 4 في اتجاه ص. طب احنا عايزين معادله خط عمل القوه، انا عارف انك بتقرا دي بس ركز فيها. المعادله يا استاذ بسيطه، نجيب لك الميل الاول. الميل اللي هو ص على س 4 على 11 على 3، يعني بتساوي 12 على 11. يبقى ص ناقص قيمة ص اللي في النقطة اللي القوة ماشية بيها، ص ناقص 4 على س ناقص 5، شوف القوة ماشية بالنقطة إن هي اللي تاخدها، بتساوي 12 على 11. اعمل المقص يلا. 11 ص ناقص 44 بتساوي 12 س ناقص 60. 11 ص ناقص 12 س، هنعد ال 60 بإشارة مخالفة من ال 44، موجب 16 بتساوي 0. هي دي يا باشمهندس معادلة خط عمل القوة. قوة ب 12 في اتجاه س زائد ك في اتجاه ص، وألف كانت بتساوي كذا، وخط عمل المحصلة ينصف به ج، حيث ب بكذا وج بكذا، فما قيمة ك؟ طب يا أستاذ، هل ألف دي هي اللي في نص ب ج؟ لو جينا نجيب النص مجموع السينات على 2 بواحد وهنا السينات بسالب 5، يبقى مش هي اللي في النص. طب تعالى نتخيلها. هي قوة يا أستاذ ماشية في النص هنا. أيوه تمام. وهنا يا أستاذ النقطة دي كانت بواحد واتنين والنقطة دي بواحد وخمسة. كويس. وهي يا أستاذ أثرت هنا كده في النقطة سالب 5 وتلاتة. قلت له ما انا لو جبت الميل ما بين النقطتين دول هو ميل القوه عشان اقدر اجيب لك قيمه كاف. المنتصف ده كان بيساوي مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. ماشي، هات الميل من هنا. الميل فرق الصادات على فرق السينات بيساوي الميل اللي هناك اللي هو كاف على ال 12. دول لما طرحناهم من بعض بيساوي كام؟ سالب نص. طب ودول بسالب 6، السالب راح مع السالب، يبقى 1 على ال 12 بتساوي كاف على ال 12. كده انا قدرت اجيب لك قيمه كاف يا استاذ. قيمه كاف طلعت بكام؟ بواحد. تؤثر القوه قاف بلام في اتجاه س وميم في اتجاه ص في النقطه الف. القياس الجبري لعزم هذه القوه بالنسبه لباء يساوي سالب 21 وحدة عزم، وينعدم عزمها بالنسبة للنقطة كذا، فما قيمة القوة قاف؟ قلت له يا أستاذ بسيطة، أنت حضرتك قلت إيه دلوقتي؟ أنت قلت إن هي بتأثر في النقطة ألف وعزمها بالنسبة لدي، أهي دي القوة بتأثر في ألف عزمها بالنسبة للنقطة باء. نجيب لك ر اللي هي ألف ناقص باء. ألف ناقص باء بكام؟ واحد زائد خمسة كده ستة وسالب 3. القوة قاف قيمتها بكام؟ بلام وميم. يبقى العزم اللي هو كان قيمته ب 21 بالسالب، سالب 21 بيساوي 6 وسالب 3 في لام وميم. طرفين ناقص وسطين، سالب 21 بتساوي 6 ميم زائد 3 من لام. لو قسمنا على 3 سالب 7 بتساوي 2 ميم زائد لام. ادي علاقة. تعالى للتانية. بيقول ان العزم ده ينعدم مسألة تانية خالص، لام وميم ادي الف هينعدم عند النقطة 2 وسالب 7. هنجيب لك ريه يا استاذ اللي هي بتساوي سالب 1 و4. العزم بينعدم، صفر بيساوي سالب 1 و4 في القوة اللي هي بلام وميم. صفر بيساوي طرفين ناقص وسطين، يبقى 4 لام قيمتها قد الميم. كده انا جبت قيمة ميم، تعال نحطها ونحط قيمتها هنا. سالب 7 بتساوي سالب 8 لام زائد لام، يبقى اللام قيمتها طلعت بتساوي 1. كده احنا جبنا قيمة لام،
يبقى الميم قيمتها بسالب 4، يبقى إذن القوة قاف بتساوي 1 وسالب 4 اللي هو الاختيار الأول. أسرت قوة قاف في مستوى المثلث ألف به ج، حيث ألف ركز يا باشمهندس ما بين لفظين، أسرت في مستوى المثلث ولا كانت عمودية على مستوى المثلث؟ بتفرق؟ وهجيب لك مثال دلوقتي. أسرت قوة في مستوى المثلث ألف به ج، حيث ألف بكذا وكانت به بكذا وج بكذا، حيث كان عزم عند ألف بيساوي العزم عند ب بيساوي 60 والعزم عند ج بسالب 60، فإن القوة قاف تساوي كام؟ تعال نرسم المثلث الأول. رسمنا المثلث يا أستاذ، هنا كان ألف وهنا باء وهنا ج، العزم عند ألف قد العزم عند باء بسالب العزم عند ج، يعني القوة كانت بتوازي ألف باء وبتنصف الب ج. ده خط عمل القوة يا باشمهندس. قلت له يا أستاذ في حلول كتير جدا للمسألة دي، في حلول سهلة وفي حلول لافة، أنت عايز إيه؟ أنا عايز أي حاجة بس تحل. طب تعالى أحللك بطريق غير اللي أنت كنت هتحله. النقطة دي بتلاتة واتنين، والنقطة باء بواحد وسالب 4، ودي بسالب 1 وصفر. مش أنا أقدر أجيب المنتصف هنا مجموع السينات على 2 والصادات على 2؟ وأقدر أجيب المنتصف هنا اللي هو مجموع السينات على 2 والصادات على 2 برضه؟ أيوه يا أستاذ، 3 ناقص 1 2 على 2 فهل 1 و 1. ماشي، مش من هنا نقدر نجيب متجه اتجاه القوة؟ أيوه يا أستاذ، يبقى ميل القوة اللي هو بيساوي 1 زائد 2 على 1 ناقص 0 اللي هو طلع ب 3 على 1، يبقى القوة قاف هنفرض انها كانت مثلا بلام وتلاتة لام. كده احنا فرضنا القوة قاف. كويس، هات العزم بقى عند اي واحدة منهم. هاخد العزم، هي بتمر بالمنتصف يا استاذ، هاخد العزم ده، يبقى العزم بيساوي قيمته كانت بستين بتساوي ره، ره بتاعتي اللي هي صفر ناقص واحد بسالب واحد وسالب 2 ناقص السالب 4 ب 2 ضرب القوة اللي هي لام و 3 لام، طرفين ناقص وسطين سالب 3 لام ناقص 2 لام، يبقى 60 بتساوي سالب 5 لام، يبقى اللام الواحدة طلعت بتساوي سالب 12. كده انت جبت اللام بسالب 12، يبقى القوة قاف دي قيمتها بتساوي سالب 12 في اتجاه س ناقص 36 في اتجاه ص، دي قيمة القوة قاف. إذا كان القياس الجبري لعزم القوة قاف حول كل من النقطة واو صفر وصفر، وده اللي هي بواحد وصفر، وإيه اللي هي بصفر واتنين، يساوي 27 و18 و40 ونص، فإن قيمة القوة قاف تساوي كام؟ أنا هفرض القوة قاف، هقول إن القوة قاف بتساوي لام وميم، وهفرض إن القوة قاف بتمر بالنقطة ألف وصفر، تمر بألف وصفر. كل دي فرضيات أنا فرضتها. يلا يا باشمهندسين بقى نحسب. بيقول لك العزم حول واو، حول واو لو دي كانت القوة ودي واو، يبقى احنا قدرنا نجيب ر، ر بألف وصفر زي ما هي، يبقى العزم اللي هو 27 بيساوي ألف وصفر في لام ومي، 27 بتساوي طرفين ناقص وسطين. يلا يا باشمهندس امسكوا القوة قاف، هات العزم حوالين واحد وصفر، يبقى الره بتاعتي عبارة عن ألف ناقص واحد وصفر، ماشي دي قيمة القوة قاف، يبقى العزم اللي هو قيمته ب 18 بتساوي ره ضرب القوة قاف، القوة قاف اللي هي بلام ومين. يلا يا باشمهندس وسطين ناقص طرفين، ألف ميم ناقص ميم. طب ما ألف ميم كانت بسبعة وعشرين، يبقى الميم قيمتها بتساوي 27 ناقص 18، يبقى الميم قيمتها بتساوي 9. كده انت جبت قيمة الميم. طب ما انا اقدر اجيب الألف، اذا الألف قيمته بتساوي 27 على 9 فهي 3. تمام، هات العزم يلا الأخير. جبنا العزم الأخير، هي بتأثر في النقطة صفر واتنين،
ماشي، للقوة قاف، يبقى هنا ألف وسالب اتنين، دي الري يا أستاذ، يبقى العزم 40.5، 40.5 اللي هو 81 على الاتنين، بيساوي ألف وسالب اتنين في لام وميم، طرفين ناقص وسطين، 81 على الاتنين بتساوي ألف ميم زائد اتنين لام. ألف ميم أنا جايب قيمتها يا أستاذ بسبعة وعشرين، حط هنا 27، يبقى 81 على الاتنين، دي 27 اللي هي 54 على الاتنين، بتساوي 2 من لام. 81 ناقص 54 دول 27 على الاتنين، بتساوي 2 لام، يبقى اللام بتساوي 27 على الاربعة. يبقى قيمة اللام ب 27 على 4 وقيمة الميم ب 9، يبقى القوة عبارة عن 27 على 4 و 9. نكمل. معنى يا باشمهندس انها بتتمثل تمثيل تام بالالف جيم، يبقى ده تقدر تقول عليه مثلث، وفي الضرب الاتجاهي لو ضربت ضلعين في بعض ده تفسير الهندسي انه بضعف مساحة المثلث، يبقى الاختيار ضعف مساحة المثلث. محدش اختار ده يا شباب، ده غلط، ده معيار. اذا كانت الف بكذا وب بكذا وقوة قاف تمر بمستواهم، وكان العزم عند ألف بسالب العزم عند ج، فإن قاف تمر بإيه؟ قلت له يا أستاذ ده معناه إنها بتمر بمنتصف ألف ب، يبقى قاف تمر ب مجموع السينات على 2، 1 زائد 3 على 2، و5 زائد 7 على الاتنين، يبقى الناتج بيساوي 2 و6. في الشكل المرسوم الناس بقى اللي بتتخض من الأشكال، ركز بقى كده متخافش منها. العزم عند أ زائد 3 من العزم عند ب زائد العزم عند ج، رحنا عند ب لقينا القوة داخلة فيها، فقلنا له يا أستاذ مش هيبقى فيه، ده هيكون بصفر، ده مش موجود، تمام. العزم عند أ بقى قيمته بكام؟ قلت له يا أستاذ العزم عند أ القوة دي اتلاشت، ما عادش إلا القوة دي، أيوه دي بتساوي 2 من مساحة المثلث، ليه؟ لأنها ماشية على الضلع. يبقى انا هجيب 2 من مساحة المثلث ده. عشان اجيب مساحة المثلث محتاج معلومة تراكمية من اولى ثانوي. لما يكون معاك التلات رؤوس ازاي تجيب مساحة المثلث بقى؟ كنا بنقول يا استاذ مساحة المثلث بتساوي مطلق نص قيمة المحدد، بنعمل عمود للسينات، عمود للصادات، واخر عمود ده بنخليه واحد، ونجيب قيمة المحدد ده. المحدد ده طلع قيمته يا أستاذ نص في 18 9. طيب ما هو العزم عند ألف بيساوي 2 في مساحة المثلث، ال 2 في 9 ب 18 يا أستاذ، والعزم عند ب كان بصفر، والعزم عند ج زيه يا أستاذ، بيساوي 2 من مساحة المثلث بيساوي 18، يبقى مجموعهم كلهم طلع بكام؟ ب 36. إذا كانت القوة قاف بسبعة واربعة ومعادلة خط عملها بكذا، فإن عزمها بالنسبة للنقطة باء هي، لو مديك معادلة خط عملها حط أي قيمة للسين، بس اختار قيمة تعرف تبسط تجيب الصاد، أنت ومزاجك اختار اللي أنت عايزه. أنا مثلا يا شباب قمت مختار سالب واحد، حطيت السين بسالب واحد، طلعت الصاد، أيوة يبقى سالب أربعة ناقص سبعة صاد بتساوي 10، سالب 7 ص بتساوي 14، يبقى الصاد قيمتها بسالب 2، قدرت اجيب النقطه دي بقت سالب 1 وسالب 2، تمام. دي ايه بقى؟ دي النقطه اللي القوه مرت بيها، او جبت نقطه على الخط اللي القوه ماشيه بيه، ده الخط اللي القوه ماشيه بيه، انا جبت النقطه سالب 1 وسالب 2. عاوزين عزمها بالنسبه للنقطه 4 و3، اظن بقت سهله بقى، هتجيب ره بتاعتك اللي هي بسالب 5 وسالب 5 وتضربها في القوة قاف. كملها انت يا باشمهندس. تؤثر القوة قاف عند نقطة ما، وكان متجه عزم القوة حول نقطة الأصل ب 15 عين، فإن نقطة تقاطع خط عمل القوة مع محور الصادات يساوي إيه؟ قلت له يا أستاذ هي قطعت محور الصادات، يبقى النقطة بتاعته صفر وصاد، دي كده النقطة اللي القوة مشيت بيها، يعني القوة مرت بالنقطة دي، عايزين عزمها بالنسبة لنقطة الأصل اللي هو صفر وصفر،
فجينا قلنا له نجيب لك ره، ره بصفر وصاد. العزم يبقى صفر وصاد في القوة اللي هي بتلاتة واتنين، ده بيساوي 15 عين. طرفين ناقص وسطين سالب تلاتة صاد بتساوي 15، ومنها الصاد بسالب 5، يبقى قطعت عند النقطة صفر سالب 5. إذا أثرت القوة قاف في النقطة ألف وكان متجه عزمها بالنسبة للنقطة باء يساوي 5 عين، فإن ميم تساوي كم؟ نالو عادي، أنا عايز ر، ر دي هتساوي ألف ناقص باء. ليه؟ لأن القوة مشيت بألف وإحنا عاوزين عزمها بالنسبة لباء، دي كده الر بنقول ألف ناقص باء. تعال نجيب القيمة، ألف واحد ناقص صفر بواحد، وهنا ميم ناقص واحد بميم ناقص واحد. تعال نجيب العزم، العزم اللي هو بيساوي 5 عين، اللي هو عبارة عن النقطة دي في القوة اللي هي ميم وسبعة، طرفين طرفين ناقص وسطين، يبقى 5 عين بتساوي 7 ناقص ميم مضروبة في ميم ناقص واحد، كل ده في اتجاه عين. شلنا المتجه عين مع المتجه عين كده، يبقى 5 بتساوي 7 ناقص ميم تربيع زائد ميم، نساوي السؤال بالصفر، ميم تربيع ناقص ميم ناقص 2 بتساوي صفر. هنحلل، ميم في ميم الواحد في 2، كبير ياخد المنتصف والتاني عكسه، ومنها الميم بسالب 1 ومنها الميم ب 2 اللي هو الاختيار ده. تؤثر القوة ق في النقطة أ وكانت النقطة ب 3 و 7، فإن ظل الزاوية بين ب أ والقوة ق يساوي، بص حضرتك يا أستاذ أنا معايا القوة ق أهي، دي اللي هي 3 في اتجاه س و 4 في اتجاه ص، كانت بتأثر في النقطة أ اللي هي عبارة عن 2 و 9. في نقطة اسمها ب اللي هي عبارة عن 3 و 7. حضرتك أنا أقدر أجيب لك العزم، ومن العزم أقدر أجيب لك طول الذراع، كده أنا أقدر أجيب الاتنين دول العزم وطول الذراع. يعني أقدر أجيب طول الذراع بكام، أقدر أجيب البعد ما بين النقطتين دول بكام، وأجيب الضلع التالت ده من فيثاغورس أقدر أطلع ظا. هو عايز ظا ما بين إيه؟ ما بين ب أ والقوة ق، يعني عايز ظا الزاوية دي. بسيطة، يبقى أول حاجة إحنا هنعملها هنجيب العزم عشان أجيب منه طول الذراع، لما جبت طول الذراع أقدر أجيب البعد ما بين النقطتين، ولما جبت البعد ما بين النقطتين أقدر أجيب ده من فيثاغورس. وفي ناس كانت تقول إيه إيه الهبل ده يا أستاذ، طب ما هي بسيطة، ما تجيب الزاوية ما بين متجهين، جيب الزاوية ما بين المتجه ده والمتجه ده، من هندسة فراغية الزاوية ما بين متجهين، ومنها بعد ما تجيب الجتا تقدر تجيب الزاوية ببساطة. طب الزاوية ما بين متجهين كانت بتيجي ازاي؟ كنت بتضرب ب أ ضرب قياسي القوة ق على معيار ب أ في معيار القوة ق، كده انت جبت جتا الزاوية اللي بينهم، ولما جبت جتا الزاوية اللي بينهم تقدر تجيب من الجتا الظا، يعني ب أ اللي هي أ ناقص ب اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 ناقص 3 سالب 1 و 2، ضرب قياسي القوة ق اللي هي ب 3 و 4 على معيار ده بجذر 5 في معيار ده ب 5، تمام؟ نضرب السين في السين في الضرب القياسي سالب 3 زائد 8 على 5 جذر 5، يطلع الناتج هنا بيساوي 1 على جذر 5، ده قيمة ايه؟ الجتا. يبقى لو ده كان مثلث قائم، الجتا بواحد على جذر 5 مجاور على وتر، مش نقدر نجيب دي من فيثاغورس باتنين؟ ايوه، يبقى الظا بكام؟ ظل الزاوية، يبقى ظا سيتا بتساوي 2 على 1 يعني باتنين، اللي هو الاختيار الف. وواحد تاني قال لا انا ما جاش في بالي خالص ان ادخل الهندسة الفراغية في الموضوع، ان اجيب زاوية ما بين متجهين. طب خليك في الحل الاول اللي قلت لك عليه، كنت بتعمل ايه؟ كنت بجيب العزم، هات العزم، يلا العزم ده بيساوي
الذراع اللي هو احنا قلنا عليه سالب واحد واتنين، اللي هو ألف ناقص باء في القوة قاف اللي هي بتلاتة وأربعة، طرفين ناقص وسطين سالب أربعة ناقص ستة بسالب عشرة. تمام، هات لنا يلا يا حبيبي طول الذراع. طول الذراع بيساوي معيار العزم على معيار القوة، معيار القوة اللي هي 25 بـ5. طلعت النتيجة بتساوي 2، يبقى أنا عرفت إن طول الذراع ده بـ2، ده كده جبنا قيمته بـ2. طب ما تجيب البعد ما بين أ ب، قلت له بالجذر التربيعي لطرح السينات تربيع زائد طرح الصادات تربيع، يبقى بيساوي جذر 5. طب ما تجيب الضلع التالت ده من فيثاغورس، طلع بـ1. طب هات الظا بقى لسيتا اهي، قلت له الظا لسيتا، الظا بتساوي مقابل على مجاور، طلعت بـ2. اي طريق يا باشمهندس تحب تمشي بيه امشي بيه، بس الهدف من السؤال ده كان الحل ده يا شباب، الحل ده هو هدف السؤال مش الحل ده. اذا كانت القوة قاف تؤثر في النقطة ج وكان الف ب بيساوي كذا، وكان العزم عند الف بكذا والعزم عند باء بكذا، فان كاف تساوي كام؟ جينا قلنا له يا استاذ بما ان 2 على 4 بتساوي 3 على 6 بتساوي نص، يعني قسمت س على س لقيتها قد ص على ص، يبقى انا استفدت ان خط عمل القوه بيوازي الالف ب، ومن هنا نقدر اقول ان العزم عند الف بيساوي العزم عند باء، يعني كاف تربيع زائد 4 بتساوي 4 كاف. نساوي السؤال بالصفر، نقدر نحلل كاف في كاف، الأربعة دي 2 في 2 سالب وسالب، ومنها الكاف بتساوي 2 اللي هو الاختيار ب. قوة قاف بتأثر في النقطة ألف، فإن عزم القوة قاف حول نقطة الأصل يساوي كام؟ أنت فاكر الصورة دي؟ كان الصورة دي اسمها قطبية، كنا بنحولها إزاي لمتجه؟ بسيطة، كنا بنقول الطول في جتا الزاوية باي على 3 اللي هي 60 في اتجاه س، زائد الطول في جا الزاوية جا 60 في اتجاه ص، ده كان قيمته بتساوي 5 في اتجاه س، وده كان قيمته بتساوي 5 جذر 3 في اتجاه ص. عايز العزم، يبقى العزم بيساوي ر اللي هي جذر 3 و2 في ق اللي هي 5 و5 جذر 3، طرفين 15 ناقص وسطين 10 بتساوي 5 في اتجاه عين اللي هو الاختيار ب. ازاي يا باشمهندس بتحول القوة دي لمتجه؟ جينا يا استاذ بمنتهى البساطة قلنا له عشان تخلي القوة متجه بتساوي القوة قياسية في ضرب عادي لقوة قياسية في ألف ب مثلا، يعني لو دي كانت ألف ودي كانت ب، على معيار ألف ب، وده كنا بنسميه متجه الوحدة. يبقى عشان تخلي القوة متجه وهي كمية قياسية، اضرب قيمة القوة في متجه الوحدة. متجه الوحدة ده بيجي ازاي؟ بسيط قوي. يعني ايه ألف باء؟ ألف باء يا أستاذ اللي هي باء ناقص ألف. برافو عليك، هات باء ناقص ألف، ده يدي لك ألف باء. أربعة ناقص واحد تلاتة وسالب تلاتة، ماشي. هات معيارهم دي كده ألف باء، معيار ألف باء المعيار ده كان بيساوي الجذر التربيعي للسينات تربيع والصادات تربيع، 9 و9 18. تمام، يبقى 10 جذر 2 في ألف باء اللي هي 3 وسالب 3 على المعيار بتاعه جذر 18 اللي هو 3 جذر 2. شلنا جذر 2 مع جذر 2 وخدنا التلاتة من هنا مشترك، راحت مع اللي تحت، خدنا التلاتة دي كتبنا هنا التلاتة، شلنا التلاتة تبقى هنا 1 وهنا 1. اضرب يا باشمهندس، يبقى 10 في اتجاه س ناقص 10 في اتجاه ص. ده كان ازاي بتحول القوة من كمية قياسية لكمية متجهة. طب افرض يا استاذ مثلا انه طلب مني العزم حول نقطة الاصل، بسيطة اوي، خد اي نقطة القوة مرت بيها، اي نقطة. جيت قلت له ده خط وهنا كان ألف وهنا كان ب، وأنا عاوز بالنسبة لنقطة الأصل واو. خدنا في أول حصة قلنا مهما اختلفت النقطة طالما موجودة على خط عمل القوة العزم ما بيتغيرش.
تمام. يبقى العزم يا أستاذ لواو ده قيمته بتساوي ره بتاعتي، ره اللي هي بواحد واربعة، لو كنا خدنا ألف مثلا في القوة قاف 10 وسالب 10 طلع الناتج كام؟ سالب 10 ناقص 40 بسالب 50. طب نفرض إن كنا خدنا باء، باء اللي هي بتساوي 4 و1 في 10 وسالب 10 طرفين ناقص وسطين سالب 40 ناقص 10 طلعت بسالب 50 في اتجاه عين، هي هياها ما فرقتش. انت فاكر طول العمود كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي ايه يا شباب؟ مش معيار العزم على معيار القوة؟ ايوه يا استاذ. طب انت بتجيب العزم حوالين ايه؟ حول باء. طب هات لنا ره، يلا ره بتساوي 0 و2. طب هات لنا العزم يلا حول باء. العزم بيساوي ره ضرب اتجاهي قاف. طيب هيساوي كام؟ له 0 وهنا سالب 2 كاف في اتجاه عين. ده كده قيمة العزم. يبقى طول العمود بيساوي معيار العزم اللي هو 2 كاف على معيار القوة اللي هو س تربيع وص تربيع، يعني جذر كاف تربيع زائد 4. ده بيساوي طول العمود 2 جذر 5 على 5، شلنا الاتنين مع الاتنين وسطين في طرفين، 5 كاف بتساوي جذر 5 في جذر كاف تربيع زائد 4، نربع الطرفين، 25 كاف بتساوي 5 في كاف تربيع زائد 4. طبعا هنا كان في تربيع، هنضرب 5 كاف يبقى 25 كاف تربيع بتساوي 5 كاف تربيع زائد 20، ومنها 20 كاف تربيع بتساوي 20، يعني الكاف الواحدة طلعت بتساوي موجب أو سالب 1 لأن هاخد الجذر التربيعي. إذا كان ألف وب وجيم ودال وه ينتموا للمستقيم لام، وكان خط عمل القوة يوازي المستقيم لام، قلت له يا أستاذ يبقى العزم عند ألف هو العزم عند ب هو العزم عند جيم هو العزم عند دال هو العزم عند ه، كلهم بيساوي ثابت مين مثلا، تمام. يبقى 3 من العزم عند ه، قلت له يبقى 3 من مين زائد 4 من مين زائد 2 من مين بتساوي 54، دول مجموعهم كام؟ 9 من مين بتساوي 54، يبقى المين بتساوي 6. هو عاوز 2 من العزم عند ألف، قلت له ال 2 في 6 ب 12 ناقص 6 زائد ال 5 في 6 ب 30، يبقى الناتج كله يطلع بيساوي 36 نيوتن في سنتي. يا رب تكون واضحة. بعد كده يا باشمهندسين كان العزم في نظام ثلاثي البعد. ايه بقى العزم في نظام ثلاثي البعد؟ بيديك نفس اللي فات بالظبط بالظبط، مفيش اي اختلاف، بس بتلاقي النقطة سين وصاد وعين. ففي الحالة دي لما بتيجي تتمم الضرب الاتجاهي زي ما خدت في الهندسة اللي انت لسه من امتحانها، قال لك يا هندسة لازم 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 تحلها بمحدد. العزم كان بيساوي ر ضرب قاف، يبقى ر اللي جت الاول هي اللي تتحط الاول، دي كده الر ودي كده القاف ودي الاتجاهات. طيب لو كان عاوز مركبه العزم حوالين س، حوالين س الغي صف الس وعمودها وهات القيمه، يبقى قيمه ص بتاع رد الفعل في قاف عين ناقص عين في قاف ص. شوف لو عايز حوالين صاد، خلي بالك ان الصاد بتبقى متغير اشارتها، يعني انت بتحط هنا موجب سالب موجب، تمام يا استاذ. اهو جينا نحطها، فقمنا حاطين يا شباب الاشاره لغينا الصف والعمود، بقت س ق ع ناقص ع ق س، فالسالب دخل غير الاشارات بقت ع ق س ناقص س ق ع. ركز في الكلام يا باشمهندس، شوفوا جه منين والعين فكناها. ده لو قال لك حوالين محور سين او محور صاد او محور عين وما كانش فيها كلام تاني خلاص. طيب معانا مساله زي دي، بيقول القوه بتساوي كاف في اتجاه سين زائد مين في اتجاه صاد ناقص 2 في اتجاه عين تؤثر في الف، وكانت ر مديك ر جاهزه، مركبه عزمها حول سين وصاد هما كذا،
على الترتيب، تعرف تجيب لنا ميم وكاف؟ قلت له ايه الحلاوه دي؟ بص يا ابو حميد، ادي الاتجاه سين والاتجاه صاد والاتجاه عين عشان انا مش عارف احفظ قوانين. وادي الراء، وادي القوه قاف، لام وميم وسالب اتنين. انت قلت حوالين سين، الغي الصف والعمود، يبقى سالب اتنين ناقص ميم بسالب واحد. شوف لغيت الصف والعمود، جبت القيمه وسويتها بالسالب واحد. ومنها الميم يا استاذ بسالب واحد، ماشي. حوالين صاد، الغي الصف والعمود، حط السالب بره، يبقى هنا سالب ستة ناقص لام بتساوي سالب تمانية، ماشي. السالب نروح، سالب ستة ناقص لام بتساوي تمانية، ومنها اللام بتساوي سالب 14. بس كده يا باشمهندس. هو عاوز ميم زائد كاف، دي اسمها كاف مش لام، ماشي. ميم زائد كاف يبقى سالب واحد ناقص 14 بتساوي سالب 15. نكمل معايا. قوة قاف تؤثر في ألف، وعزمها بالنسبة للنقطة دي بيساوي كذا، تقدر تجيب لنا كاف؟ قلت له بسيطة، نجيب لك ره يا أستاذ النقطة. بعد كده هنجيب لك القيم. امسك السين، لغيت صفها وعمودها، يبقى 4 زائد 4 كاف في اتجاه سين ناقص الصاد، الغي صفها وعمودها، يبقى سالب 4 زائد 12 في اتجاه صاد. امسك العين، الغي صفها وعمودها، يبقى سالب كاف ناقص 3 في اتجاه عين. ساوي يلا خانة السين بالسين والصاد والصاد والعين بالعين. قلت له لما سويت خانة السين بالسين يبقى 4 بالسالب بتساوي 4 زائد 4 كاف، ومنها الكاف قيمتها تطلع بسالب 2. جرب خد العين كده، شوف قيمتها تطلع بسالب 2. سالب 1 بسالب كاف ناقص 3، ومنها سالب كاف بتساوي 2، يعني الكاف بسالب 2. ايوه يا استاذ، يبقى انت ماشي مظبوط. اداني قوه تؤثر في نقطه الاصل وبتصنع زوايا 60 و120 و90، ومعيار القوه ب 12، وكانت الف بكذا، فان عزمها بالنسبه للنقطه الف يساوي كام؟ يا استاذ ده لسه واخد دي في الهندسه. ايوه يلا يا معلم، اربط ببعضه. ماشي يا استاذ، ما هنجيب جتا يبقى يديني متجه الوحدة، ده بيساوي جتا 60 وجتا 120 وجتا 90، يبقى هنا نص وسالب نص وصفر. تمام يا هندسة، هضرب القوة قاف في 12 عشان أخليها متجه 12 فيهم، يبقى 12 في نص بستة وسالب ستة وصفر. تمام، هي بتأثر في نقطة الأصل، عايزين عزمها بالنسبة لألف، يبقى الره بتساوي صفر وصفر وصفر ناقص اتنين وسالب واحد وتلاتة، يبقى بيساوي سالب اتنين وموجب واحد وسالب تلاتة، يبقى أصبح العزم هنا بيساوي اتجاه سين، اتجاه صاد، اتجاه عين، ره بسالب اتنين، واحد سالب تلاتة، القوة قاف اللي احنا جبناها ستة وسالب ستة وصفر. هات القيمة يلا. اتجاه سين الغي صف وعموده، يبقى بسالب 18 في اتجاه سين. اتجاه صاد الغي صف وعموده، يبقى بتساوي سالب 18 في اتجاه صاد. اتجاه عين الغي صف وعموده، كده 12 ناقص 6 زائد 6 في اتجاه عين. هو ده يا باشمهندس العزم حول ألف. ألف ب ج معين طول ضلع 12، قياس زاوية ألف ب 60، أسرت قوة مقاديرها 6 و5 و7 نيوتن في الاتجاهات ب ألف ب ج د ب على الترتيب، فإن مجموع عزم القوة بالنسبة لألف بكام؟ قلت له بص يا أستاذ، وليكن إن ده مثلا المعين، وكان هنا ألف ب ج د، أنت قلت طول الضلع ب 12، أثرت بقوة مقدارها 6 في ب ألف، وقوة في ب ج مقدارها 5، وقوة في د ب وكان مقدارها 7. تمام، الزاوية دي كانت ب 60. أنت عاوز مجموع العزوم فين؟ حوالين أ؟ طيب، أي قوة داخلة فيها دي بصفر، دي خلاص بصفر. ده هنمدها كده على استقامتها، بنتخيل إنها ماشية بالحدود.
وبننزل من هنا عمود. تمام يا أستاذ. الزاوية دي بكام؟ لما دي بستين دي بمية وعشرين، يبقى فاضل هنا ستين. الضلع المقابل للزاوية ستين بجذر تلاتة على اتنين من طول الضلع. طول الضلع كان باتناشر، يبقى ده جذر تلاتة على اتنين في اتناشر. طب بالنسبة للعمود اللي هنا، العمود اللي هنا يا أستاذ يعتبر نص قطر. طب نص القطر ده هنجيبه ازاي؟ بسيطة، ممكن نقول ان الزاوية دي 30 والضلع ده مجاور للزاوية 30، يبقى بجذر 3 على 2 من طول الضلع برضو. تمام يا أستاذ. كده انت ليك حجة، ما عادش ليك حجة. القوة 5 ماشية مع عقرب الساعة في زراعها، اللي هو بجذر 3 على 2 في طول الضلع ب 12، زائد القوة 7 في زراعها اللي هو بيساوي جذر 3 على الاثنين في طول الضلع اللي هو ب 12. كده يا باشمهندس انت عملت ايه؟ جبت العزوم عند الف. طلع القيمه يلا. الخمسه في 6 ب 30، يبقى سالب 30 جذر 3، زائد الستة في 7 ب 42 جذر 3. يبقى الناتج طلع بيساوي 12 من جذر 3 ايه؟ نيوتن في سنتي. ألف ب ج د ه واو سداسي أسرت قوى مقاديرها 80 و60 وقاف 40 في ألف ب وب ج وج د وه د. انعدم مجموع العزوم حول الرأس ألف فإن قاف تساوي كام؟ تعال نرسم السداسي يا هندسة. وليكن مثلا إن ده كده السداسي بالفرض. كان اسمه ألف ب ج د ه واو. أسرت قوى مقاديرها 80 في ألف ب 80 و60 في ب ج وقاف في ج د و40 في ه د. انعدم العزوم حوالين ايه؟ حوالين ألف. عاوزين قيمة القوة قاف بكام؟ قلت له يا أستاذ القوة 80 دي خلاص مرت بألف مش هتديني حاجة. ماشي. عايزين ننزل أعمدة بقى عشان نجيب الأطوال. القوة 60 يا أستاذ دي زراعها. ماشي. السداسي ده هفرض إن طول ضلعه لا. الزاوية دي يا أستاذ ب 60، مين اللي قال لك؟ لأن دي ب 120. ده بجذر 3 على الاتنين من لا. ونقدر نقول إن هو بيكون نص القطر ده. هو يا شباب، القطر ده كله بكام؟ بجذر 3 لأب. طب عايزين ننزل عمود من هنا، ما ده برضو يعتبر قطر. القطر ده بجذر 3 لأب برضو. طالما ما مرش بالمركز يبقى القطر ده بجذر 3 لأب. بس يا أستاذ المسألة خلصت. القوة 60 بالسالب في زراعها بجذر 3 على الاتنين من لأب. القوة قاف بجذر 3 لأب بالسالب برضو. القوة 40 بالموجب عكس عقرب الساعة في جذر 3 لام، كل ده بيساوي صفر. تقدر تقسم كله على جذر 3 لام؟ أيوه. 60 على 2 فيها 30، القوة قاف زائد 40 بتساوي صفر، ومنها القوة قاف بتساوي موجب 10. يا رب تكون واضحة معايا. مرسوم العزم حول أ بسالب 100 والعزم حول واو ب 84 والعزم حوالين ب بصفر. القوة بتأثر في المستوى ده، فإن القوة قاف بتساوي إيه؟ قلت له يا أستاذ معناه إيه عزم بيساوي صفر؟ بما إن العزم حول باء بيساوي صفر، إذن القوة تمر بباء. العزم ده بالسالب والعزم حوالين واو بالموجب، يبقى خط عمل القوة يا أستاذ أكيد ماشي كده، ده خط عمل القوة، عشان كده تبقى مع عقرب الساعة بالسالب وكده عكس عقرب الساعة بالموجب. القوة دي هتصنع زاوية سيتا مثلا، فاحنا هنسيب سيتا دي مجهولة، هنقوم قايلين له العزم اللي هو بسالب 100 كان بيساوي القوة قاف. عايزين نحللها، لما حللناها بقت هنا كده قاف جا سيتا، وهنا قاف جتا سيتا. قوة جا سيتا بالموجب كده هي بالموجب في الزراع اللي هو 3، قوة جا سيتا في 3.
ده كده انا بجيب العزم حول ألف، وهنا هنا يا أستاذ بالسالب قوة جتا سيتا في زراعها 4. طب القوة جتا سيتا دي بالسالب، قوة جتا سيتا في زراعها 4. طب العزم حوالين واو دي هتتلاشى لأنها مرت بيها، ما عادش إلا قوة جا سيتا، قوة جا سيتا بالموجب في زراعها 3 دي قيمتها بتساوي 84. يبقى القوة جا سيتا بتساوي كام؟ 28. كده أنا معايا قيمة القوة جا سيتا ب 28، بدلها هنا وحط ال 28، سالب 100 بتساوي التلاتة في 28 ب 84، ناقص قوة جتا سيتا في 4، هنعدي ال 84 بإشارة مخالفة، اتبقى هنا سالب 184 بتساوي سالب 4 من القوة جتا سيتا. يبقى القوة جتا سيتا طلعت قيمتها بكام؟ بتساوي 46. ناخد العلاقة دي والعلاقة دي ونقسمهم مع بعض. لما قسمناهم جا على جتا، قاف جا سيتا على قاف جتا سيتا بتساوي 28 على 46، دول كده لما راحوا مع بعض اتبقى زا سيتا. زا سيتا بتساوي على الاتنين فيها ال 14، على الاتنين هنا فيها ال 23، كده الزا سيتا ب 14 على 23 على الآلة الحاسبة شيفت تان سيتا طلعت بتساوي قيمتها 31 درجة و20 دقيقة. كده انت معاك قيمة الزاوية سيتا، هاتها بحطها هنا مثلا في العلاقة دي، عوض عنها بالقيمة، يبقى القوة هتطلع تقريبا بتساوي 54 نيوتن. اذا كانت قاف بتساوي 400 نيوتن وكانت الزاوية سيتا ما بين 0 و 180، فان قياس سيتا التي تجعل عزم القوة حول الف اصغر ما يمكن، اقل حاجة حوالين الف هتكون ايه؟ دي الف. قلنا له يا أستاذ احنا نحلل القوة دي، لما حللناها هتيجي هنا هتكون قاف جتا سيتا وهنا كده قاف جا سيتا. بس يا باشمهندس اضرب القوة في زراعها، يلا قاف جتا سيتا زراعها 2، قاف جتا سيتا في 2 بس بالسالب لأنها ماشية مع عقرب الساعة، ودي برضو ماشية مع عقرب الساعة، يبقى سالب قاف جا سيتا في الزراع ده ماشية كده بلا حدود، ده الزراع اللي هو 3. أصغر ما يمكن، أصغر ما يمكن، أصغر عزم اللي هو بكام يا شباب؟ بصفر يا أستاذ. لا يا أستاذ، في عزم بيكون بالسالب. لا، الإشارة ده اتجاه الدوران، إنما احنا عايزين القيمة لما هيكون بصفر. يبقى 2 قاف جتا سيتا بتساوي 3 قاف جا سيتا طبعا بالسالب. قاف راحت مع قاف، يبقى جا على جتا، جا سيتا على جتا سيتا دي بتساوي سالب 2 على 3، دي اللي هي اسمها زا سيتا، بتساوي سالب 2 على 3. زا سالبة يعني ايه؟ زا سالبة يعني الزاوية دي يا أستاذ منفرجة. طب فين الزاوية الوحيدة المنفرجة دي؟ بس خلي بالك يا أستاذ في لا شيء. طيب نجيب الآلة الحاسبة، هنحسب شيفت تان، نكتب الرقم اللي طلع معانا ده سالب 2 على 3 بتساوي قمة، طلع بالسالب لا اجمع عليه 180 بيساوي 146 و18 ايوه 19 تقريبا. يبقى الاختيار الاول فعلا هو الاختيار الصحيح. اخر سؤال هنحله مع بعض ان شاء الله لحد ما الكتاب ينزل. السؤال ده بيقول انا عايز مجموع العزوم حول ج. قلنا له العزوم حول ج بتساوي قوة قاف 3 في زراعها اللي هو ج ص، يبقى ج ص في قاف 3. القوة قاف 2 طبعا دي بالسالب، القوة قاف 2 برضو بالسالب، قاف 2 قاف 2 في زراعها اللي هو ج س، يبقى ج س في قاف 2 لاننا شغالين متجهات. قوة 4 بصفر، القوة 1 دي بالموجب، هنا هيكون ج ب في قاف 1. يعني ايه يا شباب ضرب متجهين؟ ده دي بتساوي ضعف في مساحة المثلث ا ص ج،
ودي ضعف مساحة المثلث ألف سين جيم. طب واللي بعدها ضعف مساحة المثلث ألف ب جيم. لو خدنا الاتنين دي مشترك مش تبقى مساحة المثلث ألف ب جيم اللي هو الكبير كله هتشيل منه مساحة المثلث ده وده؟ أيوة، يبقى هنشيل منه مساحة المثلث ألف سين جيم زائد مساحة المثلث ألف صاد جيم. طيب الناس بقى تهدى كده عشان يفكروا في الحتة دي. بص يا باشمهندس، انت شفت حضرتك المثلث ده؟ ده انت خدته مرة اللي هو ده ورجعت خدته مع المثلث ألف سين جيم، يعني انت خدته مرتين. ايوه، ما ده قد ده يا استاذ. طب مين اللي قالك ان ده قد ده؟ نسيت احط العلامة دي، دول كده متساويين. تمام، يبقى انا لما خدت مثلث ألف سين جيم يبقى انا خدت فيه المثلث ده زائد المثلث ده هعتبره اللي هو ده، يبقى انا بقول المثلث كله نقص منه المثلث كله، يبقى الناتج طلع بصفر اللي هو الاختيار الاول. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، ونتقابل ان شاء الله الحصة الجاية مع اخر درس في الوحدة التانية اللي هو هيكون عزم قوة بالنسبة لنقطة في نظام ثلاثي البعد. في الشكل المرسوم اوجد العزم حول واو. اداني يا باشمهندسين قوة وقال ان دي بمية وخمسين، واداني زاوية ملها. فين زاوية ملها؟ الزاوية ده هي يا باشمهندس، انت شايف المثلث ده؟ ده بنرسمه بره كده وبنجيب الاضلاع اللي ناقصة فيه. معايا ده بتلاتة وده باربعة ودي بخمسة ودي الزاوية اهي، وكل ما نحتاج جاء او جتا نيجي نجيبها من هنا. هنمسك القوة دي يا باشمهندسين نحللها، فلما هتتحلل هتكون موجودة لتحت كده، وده هتكون قيمتها 150 جاه، وهنا كده 150 جتا اهي. متفقين يا باشمهندسين عشان نجيب العزم بنتخيل ان القوة دي حاجة ماشية بالحدود. فلما هنيجي ننزل من واو عمود بصينا لقينا خدنا السبعة كلهم، يبقى دلوقتي هي ماشية مع عقرب الساعة، لما هتخبط من هنا هيلف الشكل ده كده لتحت. تمام يا أستاذ، يبقى العزم بيساوي 150 جاه في سبعة، بس القيمة دي بالسالب. تعال نشوف التانية، 150 جت اهي. لو خبطت الشكل ده او الرسمة دي، لو خبطتها هتبص تلاقي الرسمة دي نزلت لتحت، مشيت برضو مع عقرب الساعة، هيكون سالب 150 جت اهي. طب الزراع كام؟ ده خط عملها ماشي بالحدود. لو جينا نزلنا على خط عملها عمود من هنا كده مثلا، مش ده بقى التلاتة هو ده البعد العمودي؟ ايوه، ده كده قيمة العزم. بس طلعوا يا باشمهندسين، سالب 150 في الجاه بتساوي 3 على 5 في 7 ناقص 150 جتا اهي، هنا 30 بالسالب في 3 في 7، 150 على 5 فيها 30، يبقى 30 في 4 في 3 اللي هو البعد ده، البعد الرأسي، مش 30، 3. طلع الناتج بيساوي سالب 990 نيوتن في سنتي، لأن القوة دي كانت بالنيوتن والبعد ده بالمتر، يبقى نيوتن في في الشكل المرسوم. إذا كانت القوة عمودية على المستوى، بيقول لك بقى قيمة القوة بكام لو كان العزم عند جيم بيساوي 733. عمودية على المستوى يا هندسة يعني لو حضرتك ده كان المستوى أفقي كده، هي عمودية عليه يعني عاملة زاوية قايمة كده، ده معنى العمودية عليه. يا رب تكون متخيلها. تمام، فمعنى انها بتأثر عند الرأس دي، فنقدر اجيب العزم القوة في الزراع ده هو اللي هو الوتر. يبقى المشكلة عندي دلوقتي في الوتر. طب ما هي مش مشكلة ليه؟ لان انا كنت حاضر تانية ثانوي وعارفها كويس، فنقدر اجيب لك طول الوتر ده يا استاذ عن طريق به شرطة تربيع بتساوي الضلع ده تربيع زائد الضلع ده تربيع ناقص 2 في 12 في 3
في جتا الزاوية اللي ما بينهم 60 زائد 90 جتا 150. بس كده يا باشمهندس. طلع يلا القيمة دي على الآلة الحاسبة، يبقى به شرطة تقريبا هتطلع ب 14.7. يبقى العزم عند جيم اللي هو ب 733 بيساوي القوة قاف في زراعها 14.7. يبقى قيمة القوة قاف بتساوي 733 14.7 تقريبا ب 50 نيوتن. بيقول لك يا هندسة في الشكل السداسي ده، العزم عند جيم زائد العزم عند واو زائد العزم عند دال بيساوي ايه؟ قلت له يا أستاذ العزم عند جيم راح والعزم عند واو راح. ليه؟ لأن القوة ماشية بيهم. والعزم عند دال أهو. طب إيه اللي هيكون قده؟ هل هيكون قده العزم عند ه ولا سالب العزم عند ألف ولا العزم عند ه زائد العزم عند ب ولا سالب العزم عند جيم؟ من هنا يا شباب في يا أستاذ إجابتين اتنين منطقيتين الاتنين يمشوا معايا. إيه؟ أول إجابة منهم مش خط عمل القوة بيوازي الدال ه دلوقتي؟ يبقى المفروض العزم عند دال بيساوي العزم عند ه. وكمان يا أستاذ هو مشي أو خط عمل القوة بيقسم القطر ده. أيوة، طالما بيقسمه يا أبو حميد يبقى احنا كده حضرتك نقدر نقول له ان بيتساوي سالب العزم عند ب. يعني الإجابة دي دلوقتي صح والإجابة دي صح. المسألة دي بيقول إذا كانت القوة بتأثر في مستوى المثلث وكان العزم عند ب بيساوي 12 والعزم عند ج ب 10، العزم عند د بكام؟ فاكر يا هندسة الخاصية اللي بتقول العزم اللي هنا بنضربه في الضلع اللي هناك والعزم من هنا بنضربه في الضلع ده والعزم اللي في النص بنضربه في الاثنين؟ أيوة يا أستاذ، النسبة ما بين الأضلاع كانت بتساوي النسبة بين القاعدة. يعني لو قسمنا 6/9 على إن ده منصف الزاوية، تاني من أولى ثانوي، منصف الزاوية بيقسم القاعدة النسبة بتساوي النسبة بين الأضلاع. خدت 6/9 اللي هي 2/3 يبقى دي 2 إلى 3. يبقى معنى كده يا أستاذ إن 3 من العزم اللي عندي ب زائد 2 من العزم اللي عندي ج بيساوي 5 من العزم اللي عندي د. افتكر دي، العزم اللي عندي ب في الزراع ده والعزم اللي عندي ج في الزراع ده والعزم اللي في النص اللي ما بينهم على مجموعه كله على الطول كله. ال 2 في 10 دي ب 20 زائد 3 في 12 ب 36 بتساوي 5 من العزم عندي د. يبقى العزم عند د بتساوي 56 على 5. عايزين هنا يا باشمهندسين قيمة الثيتا، أجيبها إزاي؟ بكل بساطة إحنا بنعمل خط أفقي. ماشي يا أستاذ، دي ب 90 يبقى فاضل هنا 30. تمام. الزاوية دي لو أنا خدت خط أفقي هنا كده علشان أحلل القوة. ماشي. مش دي يا باشمهندس تقدر تجيبها عن طريق 30 حرف الإف تناظر. يبقى الزاوية دي عبارة عن ثيتا شيل منها 30. حلل بقى القوة 200، يبقى هنا 200 في جتا ثيتا ناقص 30، وهنا 200 في جا ثيتا ناقص 30. بيقول لك يا باشمهندس هات لي قيمة ثيتا اللي تخلي لك أكبر عزم عند ألف. شوف بقى الوطيانة اللي هتشوفها في المسألة دي ما شفتهاش قبل كده. جينا يا أستاذ قلنا له الأطوال نجيبها لك، ده مقدور عليه. الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، يبقى الطول ده ب 100 والطول ده يا أستاذ هيطلع بيساوي 200 في جذر 3/2، يعني 100 جذر 3. جينا نجيب العزم عند ألف طلع بيساوي 200 في جا سيتا ناقص 30 في الزراع يا أستاذ اللي هو 100 جذر 3. لحد دلوقتي تمام؟ تمام يا أستاذ. بعد كده القوة التانية دي بالسالب، دي سالب والتانية سالب برضو، 200 جتا سيتا ناقص 30 في الزراع يا أستاذ اللي هو بيساوي 240. كويس يا أستاذ. يبقى الناتج كله طلع بيساوي يا أستاذ هنا 20,000 في جذر 3
جا سيتا ناقص 30 ناقص 48000 جتا سيتا ناقص 30 لحد دلوقتي تمام؟ تمام. هجيب لك أنا بقى يا أستاذ أكبر قيمة للسيتا إزاي؟ ها؟ فاكر التفاضل يا هندسة؟ عشان تجيب القيمة العظمى كنا بنعمل إيه؟ بنشتق يا أستاذ. هو هنا برضو كده؟ يبقى سالب 20000 جذر 3 جتا سيتا ناقص 30 زائد 48000 جا سيتا ناقص 30. لما خدنا العزم سويناه بالصفر، مش تقدر تقسم يا هندسة على الجتا؟ أيوة، شيل التلات أصفار دول، عدها بإشارة مخالفة، 2 جذر 3 جتا سيتا ناقص 30 بتساوي 48، 20 جذر 3 جتا سيتا ناقص 30 بتساوي 48 جا سيتا ناقص 30. اقسم يلا يا باشمهندس. يبقى ظا سيتا ناقص 30 بتساوي 20 جذر 3 على 48. يبقى سيتا ناقص 30 بتساوي 35 درجة و49 دقيقة تقريبا. يبقى سيتا بتساوي 65 درجة و49 دقيقة. دي يا باشمهندسين سيتا اللي بتخلي أكبر قيمة للعزم. يا رب تكون واضحة معاك وقدرت تستوعبها. آخر مثال هحله معاك، بس أنت هتلاقي لسه فيه في البي دي اف يا باشمهندس أسئلة. بقول لك الراجل أنا عاوز العزم عند د. بنظام ثلاثي البعد يا أستاذ بنطلع النقطة دي. النقطة دي عبارة عن صفر وصفر وتلاتة. بنطلع النقطة دي عبارة عن أربعة واتناشر. لو سمينا دي أ ودي ب، يبقى ده أ ب اللي القوة ماشية بيه عبارة عن ب ناقص أ. وكنا علشان نخلي القوة متجهة كنا بنضرب قيمة القوة في متجه الوحدة اللي هو 4 و12 و3 بالسالب على الجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع زائد العين تربيع. هنا 9. دول كده ب 13 راحوا مع ال 13 دي تبقى 10. يبقى القوة متجهة بتساوي 40 في اتجاه س زائد 120 في اتجاه ص ناقص 30 في اتجاه ع. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. بعد كده يا باشمهندس هو عايز العزم حوالين د. خد أي نقطة، هاخد النقطة دي ناقص د، الد اللي هي بصفر و12 وصفر. نجيب له ر يا أستاذ اللي هو عبارة عن صفر سالب 12 و3. كده أنت جبت ر ومعاك القوة ق، يبقى العزم عند د بيساوي اتجاه س اتجاه ص اتجاه ع. هنا القوة صفر وسالب 12 و3 و40 و120 وسالب 30. تجيب قيمة ده يا باشمهندس، كده انت جبت قيمة العزم. طب افرض يا استاذ ان كان في قوتين. لو كان في قوتين يا باشمهندس نفس الطريقة اللي عملناها، هتجيب عزم دي لوحدها وتجيب عزم دي لوحدها وترجع تجمعهم الاتنين في الآخر. هتجيب عزم القوة دي وعزم القوة دي وتجمعهم في الآخر يا باشمهندس. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، ونتقابل إن شاء الله مع القوة المتوازية والاتزان العام بإذن الله. أشوفكم على خير. سلام عليكم.